أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. حلقتنا النهاردة عن كيفية عمل مشروع صغير. كتير مننا نفسهم يفتحوا بزنس أو مشروع، إذا كان طبعا عشان مثلا يزود دخله، أو دور على شغل كتير ومش لاقي، إذا كان عشان اللغة أو ما فيش خبرة. طبعا البزنس فيه حاجات كتيرة حلوة، يعني أنت بتقدر تتحكم في وقتك، تتحكم في الحاجات، مثلا الايام اللي هتشتغلها، حاجات كتيره قوي. بس الحلو النهارده اللي هنتكلم فيه ان المشروع اللي احنا هنتكلم عليه او كذا مشروع، اكشلي مش مشروع واحد، تكاليفه قليله جدا. يعني لو مثلا معاك 3000 دولار ل 10000 دولار، هنكلمك النهارده على ايه المشاريع اللي ممكن تعملها. وكمان هنتكلم في يمكن في السكند هاف من الحلقه او في الجزء الثاني على الناس، مثلا لو انت تحب تعمل تبيع بضاعه على اونلاين، اذا كان اي باي، امازون، يعني طبعا في حاجات كثيره كلها هنتكلم عليها النهارده. هنتكلم على المشروع ده. اول حاجه، المشروع ده ما بيكلفش كتير. هنتكلم كمان على خطوه بخطوه، ازاي مثلا منين تجيب البضاعه، ازاي تعمل اكاونت على اونلاين، تكتب الديسكريبشن ايه من تحت. يعني هنتكلم على كل حاجه عشان النهارده اللي طبعا نفسه يعمل حاجه زي كده، النهارده في فرصه هنتكلم عليها ونشرحها اكتر، وان شاء الله تستفادوا من المشاريع دي كلها. احب ارحب معايا في البرنامج واللي منورني، الاستاذ رجل اعمال ايهاب حنا. اهلا وسهلا استاذ ايهاب، وبحب ارحب بحضرتك في برنامج مش لوحدك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. استاذ ايهاب، طبعا احنا كل مره لما حضرتك بتشرفنا متعودين منك ان احنا نتكلم على الانشورنس. حضرتك طبعا ايجنت في فارمرز انشورنس، لكن النهارده هنتكلم على مشاريع البيزنس، ودي طبعا حاجه حضرتك بتعملها على الجنب. يعني اقول عندك وير هاوس وبتبيع فيه باليتس، هنشرح طبعا الحاجات دي كلها ان سكند. بس يعني قول لي بقى ايه الجزء الثاني بقى من شغلك بسايدز الانشورنس، يعني ايه اللي بتعمله بالظبط؟ تمام. هو الحقيقه انا يعني هو اساس شغلي كان او ستيل يعني اللي هو الهول سيل. ده من اول ما جيت من امريكا هنا من 1999، وبنشتغل في الهول سيل. بناخد الليفت اوفر والاوفر ستوك من المحلات زي ميسي، جيسيبيني، وورمارت، كاسكو. وطبعا كل محل من المحلات دي ليها طريقه معينه في البضاعه بتاعتها في تصنيفها ازاي. وبعد كده بنستورد برضو من تشاينا ومن بلاد تانية، بس احنا بنبيع بس جاست هول سيل. البيزنس اللي احنا بنشتغل فيه اللي هو تحت اي في بي انكوربوريشن، ده اللي هو هول سيل. بنتعامل مع وبيحتكروا البيزنس ده الناس اللي بتشتري مننا اللي هم من الاسبانيش، اللي هم من المكسيكان. الناس دي بتبيع في السواب ميت، في حاجة أنا اسمها سواب ميت، أو في بعض ولايات أنا بيسموه فلي ماركت، اللي هو أنا أعتبره زي عندنا في مصر العتبة، اللي هو بتتباع فيه الحاجات الرخيصة. إيه البضاعة نوعيتها اللي احنا بنشتغل فيها؟ مثلا أنت رحتي أي محل من المحلات هنا، كاسكو، سيرز، ميسيز، جيسيبيني، واشتريتي مثلا بلوزة، تلفزيون، بنطلون، whatever، وجيتي مثلا بعد شهر شهرين رجعتي، ده نوع من البضاعة. هما ما بياخدوش البضاعة دي وبيقوموا مرجعينها للمصنع، لا، بيخزنوها لفترة معينة، وبعد كده بيبتدوا يتخلصوا منها حاجة اسمها ليفت اوفر او اوفر ستوك او ريتيرنز. يعني مش شرط تكون ان هي راجع فيها ديفو، ممكن تكون سيزونال، يعني هم في الصيف الهدوم الصيف دي خلاص داخلين على الشتاء، فهم مش هيركنوها للسنه الجايه، فيبتدوا يتخلصوا من البضاعه دي. او مثلا هم عندهم مقاسات مختلفه مثلا في الهدوم، وهم اوريدي باعوا، وبعد كده عندهم بعض مقاسات خلاص، فبيبتدوا يتخلصوا منها. فالبضاعه اللي احنا بنشتغل فيها ممكن تكون اوفر ستوك، ممكن تكون كاستمر ريتيرن، ممكن تكون سيزونال، يعني بناخد البضاعه اللي هي في الصيف لان هم خلاص دخلوا في الشتاء. It could be هدوم، الكترونكس، كيتشن ستاف،
ممكن تكون بيدنج ستاف مثلا لحافات وملايات وستاير وكاربت و ايفري ثينج وابلاينسز برضه مثلا تلفزيونات راديوهات ايفري ثينج بس طبعا لما بنيجي احنا بنشتري البضاعه دي كل محل من المحلات دي بيبقى ليهم سياسه معينه في البيع. مثلا لما تيجي تاخدي البضاعه لما نيجي احنا مثلا بناخد البضاعه بتاعت كاسكو كاسكو ما بيفرش يعني ايه ما بيفرش يعني ما بيفرش يفرز فبيعمل ايه يجي مثلا يجي يقول والله احنا عندنا اللود ده عباره عن تراك لود تراك لما اجي اقول تراك لود اللي هو الكونتينر اللي احنا بنشوفه في الفري واي اللي هو ممكن يكون 53 فولر يعني حجمه 53 فيت لما بنيجي بنقول باليتس الباليتس دي بتبقى عباره عن مساحتها او السايز بتاعها بيبقى 40 باي 48 انش. طب احنا معنا صور عن الباليتس والحاجات اللي بتتباع في الباليتس اللي ممكن نشوفها ويعني واشرح لنا واحنا بنشوف الصور قول لنا ايه الحاجات تمام. اللي شايفينها دي ايه ده بقى ايهاب؟ دي مثلا دي بضاعه جايه من محل معين الباليتس اللي هي اللي انت شايفاها في الارض اللي هي اللي عباره عن الخشب دي وبعد كده بيتحط عليها الايتمز زي ما انت شايفها كده الايتمز دي لو نقدر نكبر الصوره سنه بتبقى عباره عن باليت بيبقى ممكن فيها زي ما انا شايف هنا مثلا مايكروويف ممكن يكون كومبريسور ممكن يكون توستر ممكن يكون ايتمز كتيره مختلفه هنا مثلا شايفها هنا في كوكوير في هنا دفايه فبتبقى الايتمز دي جايه كلها من محل شايفها هنا مثلا كرتونه يعني فيها يعني دي اللي احنا شايفينها اللي هي ملفوفه بالبلاستيك دي وان كونتينر ولا دي ايه؟ خلينا نرجع تاني دي 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 اللي تحت دي وان باليت ده باليت باليت بيبقى حجمها 40 باي 48 انش الباليت دي ممكن تكون باليتتين كده زي ما تشوف في خشبه تحت في الارض وفي واحده فوقيها ممكن يكون الاثنين محطوطين فوق بعض ايوه او ممكن تكون باليته واحده وما فيش باليته في النص دي بس باليته طولها كبير طولها عادي كلها مقاس واحد يعني كلها السايز العرض يس يعني الباليته نفسها السايز بتاعها واحد لكن تبني عليها لغايه فوق ممكن نوصل لغايه 8 فيت 7 فيت او ممكن تبقى كل واحده فيهم 4 فيت وتحطوا فوق بعض على حسب بقى البضاعه اللي جواها على حسب البضاعه في بضاعه بتستحمل ان هي تتحط فوق بعض لو هي جايب كراتين وفي بضاعه ما ينفعش تتحط فوق بعض على حسب يعني كل ايتم على حسب يعني شوف مثلا هنا البريتات اللي في الصوره اللي فاتت دي البريتة من فوق ما يقدرش يحط عليها فعلى حسب هم من بيحطوها زي وعلى حسب برضو جاية منين فخلينا نرجع بقى للنقطة دي فده مثلا تراك لود مثلا جاي مثلا ممكن نقول من وولمارت او من جيسي بيني انت لو تشوف الايتمز دي ناس اشترت الايتمز دي مثلا واحد اشترى مثلا خلينا نثبت الصورة اللي فاتت دي اوكي مثلا دي خلينا ده. مثلا واحد جه خد طقم الاطباق ده وكلام زي كده وممكن يكون ما استعملهوش فتحه وما عجبهوش رجعه واحد تاني مثلا خد الهاملتون بيشي ده عباره عن كوفي ميكر ممكن يكون استعمله ورجعه ممكن يكون فتح الكرتونه ورجعها ممكن يكون هم اوريدي عندهم وخلاص هم مش جه ايتم تاني خلاص يعني عايزين يخلصوا البضاعه دي عشان في بضاعه تانيه عايزين يجيبوها جايه وعلى حسب الصور المهم فكل محل من دول ليهم طريقه معينه فمثلا وولمارت مثلا او تارجت هو لما بيجي بياخد بيرجع بيجي يتخلص من البضاعه دي بيفرز يجي يقول طب انا هحط الكيتشن ستاف ده مثلا كلها حاجات كيتشن يحطها مع بعض الهدوم يحطها مع بعض الالكترونكس يحطها مع بعض البيج ابلاينسز يحطها مع بعض واخد بالك ده مثلا حاجات تانية مثلا اللي شفنا مثلا بنطلونات جينز جايه من محلات معينه مرتجعات واخد بالك هل مثلا اللبس مثلا الجينز والحاجات دي بيبقى كل الباليت عباره عن جينز ولا بيبقى لبس بقى مثلا بلوزات على جينز على جزم يعني على حسب المحل برضو على حسب المكان اللي بتتاخد منه البضاعه عشان كده بقول كل محل ليه طريقته معينه طب هل اللي بيشتري بيبقى عارف ايه اللي جوه الباليت ولا زي بحظه بقى زي ما لا طبعا بيبقى عارف على حسب يعني مثلا لو احنا بنيجي مثلا بناخد البضاعه وكاسكو بيبقوا عارفين وفي بضاعه ممكن تتباع هنا وفي بضاعه تانية يقول لك لا البضاعه دي جاست اونلي فور اكسبورت اكسبورت يعني انك انت بس تصدرها
ما تنفعش تتباعها، فكل ستور صحيح آه يعني وعلى كمان. طبعا وعلى حسب السياسة بتاعته. في تولز اللي هي التولز اللي هي اللي هي الحاجات بتاعت الميكانيك تولز اللي هي أدوات أدوات اللي هي الأدوات اللي هي بتاعت الميكانيك بتاعت ممكن يبقى فيها طقم مفاتيح، ممكن يكون فيها زرادية، ممكن فيها كومبريسور، ممكن يكون فيها على حسب هيفي تولز ولا لايت تولز. فكل محل بيبقى ليه سياسة. الحاجات دي بتيجي عندنا في الوير هاوس. معظم الناس اللي بتشتغل في البضاعة دي اللي هم من الجماعة المكسيكان الاسبانيش اللي بيروح السواب ميت. تعال بقى هنا هنحدد حاجتين، ايه البضاعة وايه السواب ميت ده. طيب قبل بقى ما نخش الحاجات دي، النهارده حلقتنا هنقسمها على يمكن ثلاث اجزاء او اربع اجزاء. هنتكلم على اول جزء. الناس طبعا كل واحد نفسه يفتح بيزنس على قده، في ناس مش معهاش غير مثلا 3000 او 5000. فاول مشروع هنتكلم عليه اللي هو مثلا من 3000 ل 10000، ادي اول مشروع. تاني واحد هنتكلم بقى من مثلا 30000 ل 50000، بعد كده طبعا من 70000 انب. بس احب برضو اقول ان شاء الله في اخر الحلقة هنتكلم على ازاي تفتح اكاونت على اونلاين وتبيع بضاعتك على اونلاين خطوة بخطوة، هنوريكم ازاي تعمل الحاجات دي كلها. فخليكم معانا. الاول هنتكلم على في نوعين من السواب ميت ايهاب، طبعا اللي هو الاوبن سواب ميت والكلوزد سواب ميت او الاندور، يسموها اندور سواب ميت. اشرح لنا ايه هو السواب ميت، واحنا معانا فيديو برضو هيدينا فكره عن الموضوع ده، بس قول لنا ايه فكره السواب ميت اصلا. فكره السواب ميت دي زي ما انت قلتي كده، الناس اللي هي محدوده الدخل مش عارفه تعمل ايه، بتبتدي تشتري البضاعه دي وتروح لمكان زي سوق العتبه. السواب ميت ده بيختار ايه؟ بيختار مثلا باركينج بتاع جامعه او اي مكان لوت يكون كبير زي ما انت بتشوفي كده العربيات بتركن فيه، بيستخدموا يا اما ياخدوا سبت وحد او يا اما ياخدوا طول الاسبوع. السبوتس دي اللي هي المكان اللي بتتحط فيه العربيه. فهم بيقفلوا الباركينج ده وليهم سياسه معينه، بيبقى في اوفيس هناك ممكن تاجر منه السبوت. وباليوم بتروح انت على السواب ميت، احنا بنتكلم على السواب ميت اللي هو اوت دور، يعني ممكن هو لو عنده صور ممكن يورينا ايه. يعني اشرح لنا بس شويه ايه الفكره وهنتفرج على الفيديو دلوقتي. بيجيب بياخد السبوت ده او المساحه دي ويبتدي هو يجيب حاجته، يجيب مثلا تنت او امبريلا ويبتدي يكون عنده ترابيزات زي اللي احنا بنشوفها، ترابيزات دي لما نيجي نروح رايحين البارك مثلا يبقى نجيب الترابيزه البيضه دي اللي بتتفرش دي اللي بتتفرش، ويبتدي يحط يعرض بضاعته سواء كانت يحطها على مفرش على الارض على حسب نوعيه البضاعه اللي هو واخدها ايه. وبيبتدي يبيع في السواب ميت. طبعا السواب ميت دي بيخشها الاف في اليوم. وعندنا مجموعه سواب ميت مهوله في كل سيتي، في كل سيتي فيها سواب ميت بتاعها. طيب نشوف الفيديو ونرجع نكمل. لو ممكن نشوف الفيديو مع بعض. Come to the Paramount Swap Meet because it's a bargain. It's big where you can find everything you need, so, and it's cheap too. I like coming to the Paramount Swap Meet because it's cheaper than most of the other stores and better variety. What I like about Paramount Swap Meet is that I can buy clothes cheaper than the mall, and they have a good quality. And I actually really enjoy to come every Tuesday. I like coming here because I think it's a lot more stuff than the other ones. Because yesterday I was just at another swap meet and they barely have anything. And here it's a lot more areas to go around, more fun things to get. So that's why I like it. It's more variety. It has some very good deals, especially on Tuesdays. They have very good specials. That's what people like about the swap meet. Wholesale is great right here, especially Tuesday. People know it as the wholesale swap meet. The business I promote is real estate. What we do here is we kind of get contact information for people who are looking to buy or sell a home.
We like coming to Paramount Swami because there's a constant flow of people that are, you know, just shopping around. It's a great place to come and vendor at. Well, on Tuesday, what I like about this Paramount Swami is that it's you get 8,000 to 10,000 people. No swap meet during the week has this type of crowd and this magnitude of people, and I've been here 39 years. I've been coming here since I was little, since I was like their age. Here at Paramount for almost like 5 months, so a little bit less than 5 months. Been doing it for about 8 years now. I've been coming here since I was 12, and I'm 22 now. It's a very good place to shop because they have a lot of stuff. T-shirts, jeans, jewelry, makeup. Shoes, sunglasses, hats, sweaters, anything basically. Clothes, boots, speakers, whatever you need, you'll find it here in Paramount. شفنا طبعا يعني نبذه بسيطه على طبعا السواب ميت والحاجات اللي بيبيعوها فيها. طبعا شايفين بقى شرابات ولبس وحاجات الكترونيك وساين بقى من 3 for $10. طبعا اتكلمنا بقى على البرايسنج والحاجات دي دلوقتي. لكن اول حاجه بقى عايز اسالها لك, يعني احنا شايفين السواب ميت ده بقى والدنيا زحمه, لكن عايز يبتدي مشروع زي ده اعرف منين سواب ميت حلو ولا مش حلو, وهيحطوني في مكان كويس ولا لا, اعرف منين؟ هو طبعا احنا عشان عندنا وير هاوس وبنبيع يعني كل دول بيعتبروا كاستمرز عندنا من 1999. فبيبقى احنا عندنا خبره, طبعا بيبقى عندنا لسته بالسواب ميتس كلها اللي موجوده. يعني مثلا عندنا مثلا اللي انت شفتيه ده باراماونت. ايوه باراماونت سواب ميت ده في باراماونت سيتي. أيه. هنا قريب من لوس أنجلوس. ده مثلا شغال معظم الأسبوع, لكن أحسن أيام فيه حتى لو شفت في الإعلام بيقولك تيوزداي. يعني حتى في أيام بيبقى بيقولك ده أحسن يوم مثلا في الأسبوع. معظم السواب ميتز بتشتغل سبت وحد, لكن بس هو قالك يوم الثلاث. فعلا أنت لو رحتي السواب ميت بتاع بارماونت يوم الثلاث طفي شركني عربيتك وشوفي قالك عدد الناس اللي بتخش قد إيه. 10,000 15,000 الافات مؤلفه. فده طبعا بيبقى فيري جود اوبورتيونيتي للناس اللي هي جايه عايزه تبتدي قبل ما تخش في مرحله ان هي تجيب محل, ولسه دي هنتطرق لها بعدين. لكن المكان ده فيه ميزه جميله. ايه الميزه الجميله؟ انك انت لو معاك المشروع اللي احنا اللي هنبتدي بيه اللي هو من 3,000 ولا 5,000 لغايه 10,000, انت تقدر الرأس المال اللي معاك ده كله يبقى في بضاعة بتدور. يعني بتدور يعني بتبقى رأس مال بيدور, بضاعة باخدها بحطها ببيعها ببتدي اكسب فيها, اخد المكسب احطه في بضاعة تانية. مانيش بقى محتاج ان انا ده انا عايز 10,000 دولار عشان ابتدي افتح محل, وعايز مش عارف ايه عشان ابتدي احط باترين. لا والحلو كمان في السواب ميت ان ممكن يكون الواحد عنده اوريدي الشغل بتاعه ويعملها بس على الجنب, يعني اون ذا سايد في الويكند. تمام. سبت وحد, فدي كمان حلوه, فهو مش هيخسر كده شغله مثلا, وفي نفس الوقت هيستثمر حبه مثلا الفلوس اللي معاه. طبعا دي ممتازه ليه؟ لان هو كمان ما بتخليهوش ان هو يوقف حاجه قصاد حاجه. بالظبط. يبقى هنا بعد كده لو حس بقى ان المكان ده بدا يجيب له عائد احسن من هو يكون شغال في جاز ستيشن او يكون شغال مثلا في ليكر ستور او كلام زي كده, يبقى في الحاله دي يركز حته حته. احنا دايما لما بيجي لنا حد بالذات من المصريين ويجي يقول لي طب انا يعني فضلنا النهارده بعد ما احنا خلصنا حلقه, واحد جه قال لي انا متاكد 100% ده تمام, انا معايا 10,000 عايز ابتدي فيهم. اقول له استنى. طب استنى بقى. انت استنى. قبل ما تقول له مثلا الحاجات مثلا ايه يعني يستنى وما يستناش, لكن قول لي لو حد عايز يفتح سواب ميت ايه, يعني ايه احتياجاتي انا عشان افتح السواب ميت ده او افتح فيها, يعني ايه اللي انا محتاجاه كايه, كراس مال ولا محتاج كله ايه اللي انا محتاجاه؟ يعني انا مثلا عايزه اروح بكره اشتغل افتح في السواب ميت, قول لي ايه احتياجاتي كلها عشان اقدر افتح في حاجه زي. ادي لك الخطوات. اوكي. نمره واحد, نديله لستة بسواب ميت, نقول له مثلا ادي عندك مثال باراماونت انت شفته في الفيديو بيشتغل جميل يوم الثلاث والسبت والحد, اخطف نفسك يوم الثلاث الصبحيه
بعربيتك، انزل اركب عربيتك هناك، اركن عربيتك هناك، ادفع 50 سنت او 1 دولار عشان تخش جوه السواب ميت، وابتدي لف في السواب ميت كله، شوف الناس اللي هناك اي شغاله ازاي. شوف الراجل اللي حاطط، زي ما شفت الراجل حاطط حاجات بتاعه مطبخ بيبيعها ازاي، واحد تاني حاطط هدومه وحاططها بيبيع ازاي، حاطط كذا. يبقى انت في نفس الوقت خدت فكره السواب ميت ده ايه، حجم الناس اللي بتخشه ايه، نوعيه الفندرز اللي قاعدين هناك وحاطين بضاعه، بيبيعوا ايه يعني، بيبيعوا ازاي، حاطين بضاعتهم ازاي. مش كده وبس، انت كشخص عايز تعمل البيزنس ده، انت عندك الابيليتي انك انت تعمل زي ما هم بيعملوا، انك انت تنزل وتاخد الفين. هتلاقي كل سبوت من دول اللي هو حاطط لك الترابيزات وحاطط الهدوم، هتلاقي وراه على طول التراك بتاعه. أيوة. او الفان بتاعته مظبوط. وهتبتدي تنزل كل يوم الحاجه دي، تحطها على الترابيزات، وبعد كده اخر يوم، مش هقول كل يوم، اتليست في الويكندز عشان يعني تبقى بدايه ايه اسهل شويه. تمام. انا بقول يعني وبعد كده بتلم الحاجه تاني وتحطها. فانت برضو لازم تشوف نفسك، هل انت تقدر تعمل الحاجات دي ولا لا. طب انت خلاص بديت تشوف الدنيا دي، لا استنى بقى، في سواب ميت تاني مثلا، فاينلاند سواب ميت ده في سيتي اندستري، ده بنفس قوة بارامونت، بس يوم الأربع رهيب والسبت والحد، ما هم المعظم يعني طول الأسبوع ده بقى. أوكي. ما هو كل السواب ميت دي بتبقى طول الأسبوع، بس على حسب الشخص اللي بيبيع هو تخصص في إيه وأحسن يوم بالنسبة له إيه. لا، في سواب ميت ما بتبقاش طول الأسبوع، بتبقى بس في الويكند، في بتاع زي بتاع ويست مينستر ده سبت وحد بس. وبرضو في سواب ميت اللي هي مركزة على الحاجات اللي هي فيري تشيب، تلاقي معظم الناس اللي هي واخده حاجات الجانك اللي هو مثلا حاجات قديمه، حاجات مهلهله وحاططها على الارض وبيبيع. وفي تلاقي يعني انت لو رحتي مثلا فايلنت سواب ميت اللي هو يوم الاربع ودخلتي، هتلاقي على اليمين ناس كلها فرشه في الارض وبيبيع، وعلى الشمال ناس بتبيع بالافات في اليوم. thousands. مش 200 ولا 300 ولا 500 طيب. 600. قلنا مثلا هيبقى طبعا احنا بنتكلم على المجهود جسماني فيزيكلي، ان هو طبعا لازم ينقل بضاعه في الفان، ولازم يكون طبعا عنده فان وهيفرشها والترابيزات، واللي يلاقي طبعا المفروض يلاقي مكان كويس. طب المكان، قول لي على المكان. اضيف على دي، والاستعداد النفسي بتاع الشخص اللي عايز ينزل، هو يقدر يعمل حاجه زي يعني كده. يعني هو في يعني في ناس بتبقى جايه لسه من مصر، هو راجل موظف او كده، فهو لا انا ازاي انا هشتغل اتمرمط في حاجه زي كده، او لا انا ازاي هشتغل بوسط ناس زي كده، واخد بالك. لكن واحد يقول لك لا انا اي دونت كير، انا اعمل اي حاجه، وبنشوفها حتى لما بس دي خطوه عشان هتوصله لحاجه تانية اكبر منها، فدي بس يعني قول اتس ستيب، مش حاجه مثلا هيفضل فيها طول العمر، بس هتوصله لحاجات اكبر وهنتكلم عليها. تمام. طيب برضو بنرجع بالنسبه للمكان تاني، المكان في السواب ميت بتفرق طبعا، اي حته الواحد بيبيع فيها لازم المكان بتفرق خالص. اعرف منين بقى المكان ده بتاعي انا كويس ولا لا؟ ده المكان والوقت كمان. طبعا. لانك انت النهارده في بعض سواب ميت الناس اللي هي اوريدي عندها استابليش بزنس هناك وبتاع، بيجي يقول لك الماركت بيبقى حلو من يبتدي من سبتمبر واكتوبر، وبعد كده بقى اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وقت في السنه، اي وقت في السنه. طبعا. اوكي. فتلاقي هو اوريدي اتفق مع المكان ان هو هيشتري المكان السبوت بتاعه ده من شهر 10 او من شهر 11 لغايه شهر، لغايه 25 ديسمبر اللي هو الكريسماس، ويدفع السبوتس كلها، لان هو عايز المكان ده، لان هو اوريدي خلاص عارف ان هو الموسم بتاعه في الفتره دي في السبوت ده في نوعيه البضاعه هو وقت فيه في الوقت هيبيع فيه. وكل سواب ميت ليه الرولز بتاعته. يعني انا اعرف في سواب ميت في تشينو جنبنا جنب الوير هاوس اللي هناك، اتس اوكشن. يعني ايه اوكشن؟ ازاي يعني اوكشن؟ اوكشن يعني انت تروحي الصبح الساعه 5:30 الصبح، يدولك رقم، وبعد كده يبتدوا يعملوا بيد، او يختاروا الارقام دي راندوملي. يعني انت ممكن تروح الساعه 5:30 الصبح او 6 الصبح وتاخد رقم وما تخشش، لان بيبقى عليه الديماند على الاماكن عالي قوي. فكل سواب ميت ليه الرولز بتاعته. كل سواب ميت زي ما انت شفتيه كده، مساحه زي كده بيبقى فيه اوفيس هناك، بتروح هناك وبتبتدي تقول لهم طيب انا النهارده عشان ابتدي ابيع عندكم، ايه اللي انا محتاجه، والحاجات فيري سامبل. يقول انت محتاج انك انت تعمل سيلز بيرميت، واي ثينك ان هو لما بيبتدي ليه اول مرتين فري من غير سوري من يعني من غير ما يجيب سيلز بيرميت، ممكن
بالدرايفر لايسنس بتاعته وينزل يأجر سبوت مرة أو اتنين من غير ما يبتدي يعمل الورق. طيب في بعض سواب ميت، فكل سواب ميت على حسب الريجوليشن بتاعتها. طب انا بس كنت بقرا الكويشنز ريل كويكلي على الفيسبوك اللي مبعوته، بيقول لك طبعا حد بيسال قول اجيب البضاعه دي منين، حضرتك طبعا انت عندك الوير هاوس ممكن يشتروا الحاجات منك، وهنتكلم طبعا على ايه هي الحاجات. كمان بيقولوا عايزين رخصه ولا لا، لازم سيلز لايسنس، سيلز بيرميت، ودي بيطلعها في يوم منين؟ من السيتي نفسها. من السيتي اللي هو تابع فيه او السيتي اللي تابعه، لان كل سواب ميت او كل منطقه هيبيع فيها بيبقى ليها سيلز بيرميت مختص بيها، والسيلز بيرميت دي فور فري او بتكلفه كلام فاضي يعني. اي طيب. واحده بتقول بالنسبه للاكسسوار والموبايل مصرح اني اجيبها من الصين واعرضها، وهل لو انا شحنتها من الصين هل هنا في جمارك ولا ازاي ادخلها هنا؟ الاستيراد ده حاجه تانية. الاستيراد ده احنا لسه مدخلين كونتينرز من تشاينا، طبعا في هنا ريجوليشن هنا على الايتم اللي بتيجي من تشاينا عشان تخش امريكا فيري ستريكت. يعني احنا جبنا كذا ايتم، يعني لسه جايبين مثلا اطقم سكاكين، لازم قبل ما اجيب الحاجه هنا بديها للمستخلص يقول لي الايتم ده يخش ولا لا. انت سافرت الصين كمان؟ يعني كنت في تشاينا ويعني طبعا واستوردنا وعندنا ايتمز وهنحكي عليها، هنتكلم عليها. فبيقول لك ايه الايتم قبل ما تبتدي تتعاقدي ان هو تجيبيه، تديله المواصفات بتاعته هل ده بيخش ولا لا. كمان يعني في حاجات مش مسموح بيها ان تتباع. طبعا يعني اطقم السكاكين اللي احنا جبناها دي هي وداخله بيقول لك طب انا استنى انا عايز اعرف الايد ايه، فانه لا دي كلها وان بيس ستانلس ستيل، لو الايد خشب كان ممكن تقف وما تخشش. فموضوع الاستيراد ده يعني في امريكا هنا ليهم في كودز معينه لازم الواحد يمشي عليها، مش اي حاجه الواحد. حتى انت هناك لما انا كنت في جوانزو في اكتوبر اللي فات في اكبر معرض بيتعمل في تشاينا، حاجه الايتمز مهوله، تلاقي معظم المصانع هناك ان هو يودي ميدل ايست او يوروب او مصر اسهل بكتير قوي من هنا يدخلها، حتى ما بيبقاش عارف في حاجه اسمها اي سينك، لو انا يعني غلطت في حاجه اسمها اف سي اي كود حاجه زي كده. كل ايتم ليه كود معين، يعني افرض مثلا انت هنستورد اطقم حلل، كل الاطقم الحلل اللي هناك في تشاينا ما تخشش امريكا، لازم ليها مواصفات معينه، الحله لما تتحط على النار ليها بومبي معين، نوع الايد فور سيفتي طبعا عشان السيفتي اهم حاجه. امريكا هنا افري يعني ياما ناس اسمع ناس عايزه تجيب الشواحن بتاعه الموبايل وجابتها واتاخدت منها عشان مش سيفتي، اتصدرت لان هو مش عارف. فقبل ما يفكر ان هو يجيب ايه طبعا ده لازم ينزل، وبعد كده برضو لازم هنا ينزل. يعني ممكن انت عايز تروح تجيب حاجه زي كده تلاقيها بتتباع في الداون تاون ارخصك من انك انت رحت جبتها من هناك، فانت لازم تذاكر السوق هنا كويس قوي وتعرف البضاعه دي هتصرفها ازاي. والسواب ميزه ما تبقاش محتاج انك انت يعني الكوانتيتي اللي تخليك تسافر الصين وتجيب الحاجات تجيب الحاجات دي، لان الحاجات دي بتبقى كميات كبيره قوي. طيب افرض بقى اوكي خلاص انا عايزه هرجع تاني لسواب ميت، اقتنعت بالفكره وخلاص عايزه ابتدي، وجيت لك ايهاب خبط عليك، ايهاب ارجوك تساعدني انا عايزه ابتدي، ايم ريدي وكل حاجه عندي، الفلوس موجوده وكله موجود والفان وكل حاجه، بس مش عارف ابيع ايه اللي ابيعه، تساعدني تقول لي ايه؟ هقول لك مش هبيع لك. ليه ايهاب بس كده ايهاب؟ انا فعلا في ناس كتير اصل في نقطه انا اخاف ابيع لحد مصري اعرفه او حد يكون يعني جاي جديد، مش عايز اقول مصري يعني بس انا اقول عشان انا مصري ففي لي اصحاب كتير، لكن لو جاني حد مكسيكاني او اسبانيش وجاي عايز يشتري ببيع له على طول. طب ايه الفرق؟ ليه؟ لان هو عارف بيبيع ايه اوريدي هناك، هو في السواب ميت ليه مكان، عارف الايتم اللي بيبيعها، يعني عنده خبره في الموضوع ده، عنده خبره. اوكي. فلما انت تيجي النهارده انا مش هفرح انك انت معاك 4-5000 دولار او 10000 دولار عايز تشتري بيهم تديهم لي وبعد كده تستك فيهم. فاقوم اقول له هولد اون تشتريش، تعالى نبتدي الموضوع من الاخر للاول، قبل ما تحط ايدك في جيبك وتطلع الفلوس. لو سالتني ايه رايك اشتري ايه هقول لك مش هقول لك. ليه؟ لان انا كتاجر جمله
انا كل حاجه عندي ماشيه. لكن الزبائن لما بتيجي تاخد مني يقول لي انا ما بشتغلش غير بس في الجزم, انا ما بشتغلش بس غير في الحاجات المطبخ, او انا حاجات البيدنج ستاف, او الحاجات بتاعه الاطفال الكار سيت والاسترولر والكلام ده كله, واخد بالك؟ أيوة. فانا كتاجر جمله كله ماشي, لكن بالنسبه للي بيبيع هو تخصص في حاجه معينه بيبيع. لكن ممكن ادي ريكومنديشن, يعني اقول له مثلا بلاش تبتدي بالالكترونكس. ليه؟ لانك انت لو في حاجه عندك فيها مشكله هتستك فيها وتمنها غالي. لكن اي ثينك انك انت ممكن تبتدي بالحاجات المطبخ او الحاجه او الهدوم, التكلفه عليك هتبقى بسيطه, وفي نفس الوقت انت وبتشيلها مش محتاج تراك كبير انك انت تحط فيها الحاجات دي. فاجي ابتدي معاه من الاخر للاول, انت هتنتهي فين وهتبتدي فين في سواب ميت, ناخدها من الاخر, انزل سواب ميت. طب يعني برضو هقول لك معلش, يعني افرض انا برضو ما عنديش خبره وكل اللي معايا 3-4 آلاف ومش عايز اخسرها, اقول لك يا ايهاب طب بس قول لي طب ايه مثلا الحاجات اللي اقدر اشتريها, يعني هقول ايه اللي تتباع على طول ما فيهاش خساره, يمكن مش هعمل مكسب جامد قوي بس اتليست مش هخسرها, ابتدي بايه؟ بصي انا هقسمها لك من ناحيتين. السيفتي اول حاجات اللي بتتباع اسرع. زي ايه بقى؟ دايما الحاجات اللي بتتباع اسرع بتبقى نسبه البروفيت فيها قليله والريسك فيها بيبقى اعلى. زي ايه بقى؟ يعني دايما تلاقي كل الناس بتدور على لابتوب كمبيوترز, عايزه تبص على الالكترونكس, واخده بالك؟ حاجات بيبيعوا الحاجات دي في سواب ميت؟ everything, ثلاجات وغسالات. واو, واخده بالك؟ بس دايما تلاقي اللي بيبيع الثلاجات والغسالات هو الراجل اوريدي مهنته, فلما بيجي ياخد بضاعه دي سهل ان هو يشيل الموتور ده يحطه هنا يصلح مش عارف ايه, واكيد عنده راس مال كبير ان هو ابدا ثلاجات. لا مش هياخد 50 ثلاجه, هو راجل بينزل بثلاث اربع حتت او عنده حاجه ممكن وبينزل بيهم. مش الموضوع مش محتاج راس مال على قد ما محتاج طاقه وحد عنده خبره او حد عنده عارف بيعمل ايه. لكن ده حاجه. لكن مثلا واحد تاني يجي يقول لك طب مش انا حبتدي اشتغل في الهدوم. الهدوم طبعا حركتها بتبقى اقل من الحاجات دي لكن سيف اكتر. ليه؟ لانك خدت بنطلونات جينز, ايه اللي هيحصل؟ بعت شويه تاني والباقيين قاعدين ما خسرتيش فيهم, واخد بالك؟ وبرضه عايزين ندي ازاي الناس دي, ليه لما تنزلي سواب ميت تلاقي واحد بيبيع في الهدوم بيبيع هدوم ومعلهوش ناس, واحد تاني بتلاقيه شغال نار. طيب ده سؤال. سؤال بقى التاني, ممكن احنا شفنا في الفيديو واحد حاطين ساين مثلا 3 for $10 مثلا, اذا كانش شرابات او بلوزات او كده, لكن ممكن في اتنين في السواب ميت بيبيعوا نفس البضاعة هي واحد بيقدر يبيعها مثلا بدولار والتاني يبقى حاططها مثلا ب$3. قول لي ده حقيقي؟ ده كمان هخليك تستغربي. احيانا يجيني ناس يقول لي البضاعة بتاعتك انا رحت يوم الخميس وهوزيه بيبيعها بدولار وانت التكلفة عندك ب$2.75, ازاي هو واخد منك؟ واخد منك كمان, واخد يعني منك. طب ايه بقى؟ هقول لك وهو ده اللي بيخلي واحد شغال نار وواحد تاني لا. هو بيجي يقول انا النهارده اشتريت بضاعة ثمنها $3,000, عبارة عن ثلاث باليتات, الباليتة مثلا هنقول فيها 400 حتة ولا 500 حتة, يعني هو عنده 1500 حتة. هو لما خد الثلاث باليتات دول خدهم مثلا بقول ب $3,000, حط البضاعة. هو لما بيجي يحطها بيعمل ايه؟ ايوه, يبتدي ينقض البضاعة. الحاجات دي اللي انت بتشوفيها بالظبط اقربها ليكي او اقربها للمشاهد, لما تيجي تدخلي راس بيبقى فيه ايه؟ تلاقي بار كبير بتاع هدوم محطوط عليه هانجرز كل البنطلونات, لكن ما تلاقيش بنطلون زي التاني. بس يجي يقول لك ده السايز بتاع من 32-34, لكن ما تلاقيش شكل زي التاني. تلاقي على الشمال تيشرتات, على مش الناحيه التانيه شرابات. فهو بيجي البضاعه دي كلها بتيجي كلها داخله في بعض, فهو يبتدي ينقض الحاجه. اقوم واخد البنطلونات الجينز وحاططها على مكان, عمرك ما هتلاقيه حاطط لك ثلاث بنطلونات جينز بعض. لا, ثلاث بنطلونات جينز ب $10, لا. فهو بيعمل ايه؟ يقوم ناقض الحاجه دي, يبتدي يحط. هو بيبتدي سواب ميت الساعه 7, سواب ميت بتبتدي بدري خالص. ليه؟ لان كل الناس بتروح بدري لسببين. اول حاجه لان هم عارفين كل ما تروح بدري كل ما هتلاقي بضاعه احسن.
للناس اللي بيشتروا للكاستمرز يعني. طبعا ليه؟ لانك انت لو رحت الساعه 12 اوريدي البضاعه دي اتحط فيها 100 ايد وده بناء من هنا فخلاص زي ما انت بتشوفي في الكريسماس. لو انت رحتي في الاول خالص بتلاقي حاجات كتير، لو رحتي عند الكريسماس البواقي وما فيش بضاعه تلاقي معظم المحلات فاضيه. فهو بيعمل ايه؟ بيبتدي يصنف البضاعه بتاعته، يقول البنطلونات الجينز دي انا ببيعها ب 10 او ب 12، يجي القمصان بيبيعها ب 7، التيشيرتات بيبيعها ب 5. خلاص ده مثلا بينزل يوم الثلاث لان هو اوريدي عنده السبوت بتاعته يوم الثلاث وعنده القوه الشرائيه بتاعته وعنده الزبون بتاعه، بينزل عنده طخ 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 من كام؟ من 7 ل 11 12. هو المنتاليتي بتاعته او المهاره بتاعته والسكيلز بتاعته ان هو بيبيع، هو عايز يقلل حجم البضاعه اللي هيرجع بيها. دي لانه عايز يخلص منها، هو مش عايز من الفان تاني او نصها، عايز يخلص كل ما يرجع فاضي كل ما هينزل يجيب حاجات تانيه. تمام. فيجي خلاص هو مثلا من فتره 9 لغايه الساعه 12، من فتره الساعه 7 لغايه الساعه 11 هو اوريدي بالخبره بتاعته تقريبا لم فلوسه. هتقول لي يا سلام، انت عايز تقول لي ان هو من 9 ل 11 باع ب 3000 او ب 2500؟ يس. ما انت شايفه المنظر ده، بيبقى حاطط البضاعه كده والستات والرجال وكلام زي كده كله بيشيل، اللي خد 5 حتت والسبع حتت وست حتت وكلام زي كده، ده 10 ده 12 ده 15 ده 17، ده زي ما بيقول لك 10,000 بيبل 15,000 بيبل بيروحوا السواب من ده. فالقوه الشرائيه هناك رهيبه. اللي بيخلي، انا مش عايز اشتت بس كذا حاجه بس هي كلها بتتاخد مع بعض. طب ايه اللي بيخلي القوه الشرائيه رهيبه هناك؟ لانك انت بتروحي، انت النهارده لو معاكي 150 دولار ودخلتي اي محل جيسي بيني او كولز او ميسز، 150 دولار هتجيب لك ايه؟ ممكن تجيب لك بلوزه وبنطلون، ممكن تجيب لك حاجتين معين او حاجه واحده. انت لو خدت ال 150 دولار دي ونزلتي بيهم الصواب 100، ممكن ترجع في شنطتين مليانين نفس البضاعه. ما هي نفسها، هي نفس البضاعه اللي بتتباع هنا، هم بياخدوها از كاستمر ريتيرن وبيبيعوها على حسب الـ في الـ المحلات بيبقى ليها قوانين، يقول لك لا البضاعه دي بس اكسبورت، البضاعه دي بيع زي ما انت عايز، واخد بالك؟ فكل على حسب الرولز البضاعه بتتباع ازاي. فطبعا انا النهارده كواحد مصري او واحد مكسيكي او اي حد اي جنسيه، النهارده ب 200 دولار اقدر انزل نفس اجيب نفس البضاعه دي بارخص بكتير قوي قوي من السعر وكميات اكتر. عندي 3 عيال وجوزي او مراتي، واخده بالك؟ فانا اقدر اجيب بال 150 دولار دي اجيب البضاعه دي كلها، غير لو انا رحت لنفسي بنفسي للمحل ده مش هجيب حتتين على بعض. هو ده اللي بيخلي القوه الشرائيه جامده هناك. نرجع تاني لموضوعنا. فهو ليه بقى باع ب 2000 دولار؟ فهو اوريدي خد راس ماله. البضاعه اللي معاه دي مش عايز ارجع بيها، فيجي امك حطيتهم كلهم على بعض ويجي يقول لك ايه زي ما انت شفت كده 3 4 10 3 4. لا ده البضاعه ده الحته دي واقع عليه، الحته واقع عليه ب 3 دولار وبيبيعها ب 3 دولار. ده مش كده بس، ده هو ممكن كمان بعد من واحده لثلاثه يقول لك 4 بيسز ان 10 دولار. يعني ممكن يخسر فيها عشان يبقى هو ما خسرش. ما هو الفكره ايه؟ هو اوريدي باع ولم مكسبه. او باع وعنده شويه بضاعه تانية. يعني هو ما هو لما نقض البضاعه، افرض النهارده مثلا طلع 100 حته بنطلون جينز، ممكن ما يكونش حاطط ال 100 كلهم، حط 50، واخد بالك؟ التيشيرتات دي كلها ما حطهاش كلها، واخد بالك؟ فهو اوريدي عنده جزء من البضاعه وحط جزء تاني، فهو خلاص اوريدي لغايه الساعه 11 لم فلوسه، من 11 ل 12 او واحده بيلم البروفيت. يجي من واحده لثلاثه يجي يقول لك 4 بيسز ان 10 دولار. ده مش كده بس، هو خلاص عرف عنده يوم الثلاث في باراماونت ده او يوم الاربع في فايلنس سواب ميت ده الكاستمر بتوعه. عندهم بيبقى يوم خميس في نفس السواب ميت هادي جدا، وبتيجي في نوعيه ناس اللي هي بقى ايه اللي ممكن بتدور على الحاجات الرخيصه، يقوم هو واخد كل اللي فاضل عنده من الاسبوع اللي فات او الاسبوع ده ويحطه ويبيعها في الايام دي $1. يجي واحد يقول لك الله دي بضاعه المحل الفلاني ودي واخدها من فلان الفلاني بيبيعها بدولار وانا واخدها. لا ما هو بصي الطريقه هو بيتاجر ازاي. ده مش $1، ده ممكن تلاقيه في يوم تاني يقول لك 4 حتت بدولار. واو.
بس هو خلاص بقي فاهم ليه؟ لان هو مش عايز يجي، ما انا مش حاجة امسك البضاعه كلبش فيها واقول لا ده انا الحته وعليا بثلاثه ومصروفي كذا 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 كذا، يبقى انا لازم ادخل كذا. ليه؟ لان هو عايز يرجع، يبقى هو يوم الثلاث بيبيع ب 4000 دولار في اليوم، 3000 ونص في اليوم. هو عايز يكيب كل يوم ثلاث او كل يوم اربع بينزل فيه السبوت بتاعه يبيع بنفس الكميه او الكميه بنفس السعر. ليه؟ لان انا النهارده انا نزلت الصواب 100، معايا عامل او اتنين بياخدوا يوميا. الصواب 100 ده ايجاره، الجاز اللي بحطه في العربيه. ايجاره قد ايه؟ نعم ايجاره في اماكن ب 15 دولار في اليوم، في حاجات ب 20، مش اكتر من كده يعني، في حاجات ب 35 على حسب الموسم كمان. يعني ممكن في ايام الكريسماس ممكن تدفع بزياده شويه ايوه، واخد بالك؟ فبتبقى على حسب من صواب 100، بس كلها بتبقى في الرينج القليل، وده مستو. يبقى انا النهارده مش محتاج ان انا، لو انا عندي راس مال 3000 او 5000 او 10000، مش محتاج ان انا اضيع نصهم او ثلاث ارباعهم. هو طبعا مش هقدر اعمل حاجه، الاكسبنسز بقى والرنت والاكسبنسز بالظبط. يبقى انا عندي الفلوس دي كلها راس مال. هو ده اللي بيخليني لما بنزل سواب 100 بشوف ليه ده شغال وليه ده مش شغال، طريقه عرض البضاعه. برضو حطي انت مكانك مكان الراجل اللي بيبيع. انا النهارده كواحد زبون انا ببيع هناك، لكن هعتبر نفسي ان انا راجل رايح اشتري. لو انا داخل سواب 100 ولقيت واحد حاطط شويه حاجات على بعض ومش عارف حاططهم ازاي، وحاجات قديمه وليها فتره وكميه بضاعه قليله، هبص كده وامشي. لا، المكان التاني ده مش حاطط ترابيزه، حاطط 7-8 ترابيزات واخد 7-8 سبوتس وحاطط عليهم فرايتيز كتيره قوي قوي قوي، واخد بالك؟ وده احنا بس بنتكلم في الهدوم، هتلاقي طبعا الناس عنده اكتر. ده في ناس تقول لك طب مثلا انا هشتغل في الهدوم وهشتغل في حاجات اللي هي المطبخ، الحاجات البسيطة اللي هي مثلا اقطم سكاكين، اقطم حلل، خلاط، مش عارف ايه، شوك، سكاكين، هبتدي كمان احط ترابيزتين ثلاثة تانيين. والكلام ده هتشوفوه لو لما حد يجي ينزل مثلا فايلانس واب 100، هتلاقي الامثلة دي، تلاقيه واخد 20 ترابيزة. شوف بس هاوز سمارت واخد كذا سبوت بقى، مش واحده واحده، مش كده؟ واخد كذا سبوت وفتحهم على بعض. وعنده ثلاثه شغالين معاه، هو بس واقف بيحاسب وياخد من يعد الحتت ويقيم الاسعار، وهنيجي برضو ازاي هو بيقيم الاسعار دي، وبعد كده بيلم الفلوس. فطبعا انا النهارده لما اكون اثنين ثلاثه نازلين مع بعض سواب 100، طبعا شايف ده عنده هنا في قطم لحافات، هنا قطم ملايات، ده هنا في ستاير، ده هنا في هدوم، ده هنا في بنطلونات جينز، ده في كذا 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 كذا. يبقى انا النهارده فرصتي في البيع كتاجر اعلى بكتير. وهو ده اللي بيحقق. انا عندي، انا في ناس في الكريسماس، هم دايما جمعه سبت حد بيبيع ب 25000 دولار. واو، مش سواب 100 بس، 3 دايز. 3 دايز ليه؟ كله نازل. انت النهارده لو رحتي بارامونت سواب 100 يوم الثلاث او فايلانس سواب 100، يو جونا بي لاكي لو رحت الصبح وقدرتي تركني. وبيقول لك من 10,000 15,000 20,000 بيبول بيخشوا في المكان ده. واخد بالك؟ طبعا الموضوع ما هواش بيس اوف كيك، لكن كل حاجه محتاجه دراسه. زي ما اتفقنا، انزل ابص اشوف هقدر اعمل الناس اللي اقدر اعمل زي الناس اللي بتعمله، عندي الابيليتي ان انا اقف يوم صيف والدنيا حر واقف، يوم شتاء لا واقف، عندي المجهود العضلي ان انا اشيل واحط، واخد بالك؟ لكن طبعا في ناس، احنا عندنا امثله مصريين ابتدوا من الصواب 100 وكانوا بيبيعوا احذيه فقط، النهارده بيبيعوا جمله وعندهم وير هاوس وبيتعاملوا بالالافات. ما انا مبسوطه جدا، ويعني انا كنت عايزه اجيب اعمل الحلقه دي عشان يعني عايزه اقول دي اتس جست ا ستيب، يعني مش لازم حتى الواحد يعملها على طول، واقول لو حد عايز يعملها يعملها، يعني لو هو عنده القدره ان يعملها يعملها، لكن دي اتس اونلي ا ستيب، ان هي هتاخدك تو انذر ليفل، هتاخدك في حته تانية خالص، وهنتكلم برضو على الموضوع ده. تمام. طيب مين بقى، يعني انا اشتريت البضاعه، اقول مثلا انا كواحده ست قلت ايه هخليني في الحاجات السيف سايد، سبيشال لما اكون من بدايه جديد، قلت مثلا حبه جينز، حبه فساتين، شرابات، قلت ايه الحاجه اللي هي السيف يعني ممكن تتباع.
لكن مين الكومبيتيتورز بتوعي؟ يعني انا اعرف منين ان مفيش تاني؟ طبعا في ناس تاني بتبيع نفس الحاجه واكتر بكتير، لكن مين الكومبيتيتورز بتوعي؟ بص، هي الميزه الكومبيتيتورز بتوع البضاعه دي مش هتلاقيها ظهر قوي. ليه؟ لانك انت ما بتجيش حاجه معينه عندك اللي جنبك بيبيعها بالظبط زي ما انت بتخشي الراس. مش هتلاقي بنطلون زي التاني، مش هتلاقي قميص زي التاني. حتى لو رحتي في الحاجات الكيتشن صاف مش هتلاقي بلندر واحد بيبيع اخوه الناحيه التانيه. هتلاقي اما مواصفات وما. لكن طبعا في رينج، في مهاره حد بيبيع، ودي هي اللي بعتبرها المهاره بقى، السكيلز دي بقى السكيلز. ايه بقى دي اللي عشان كده بقولك لما بتيجي تنزلي السواب ميت ممكن تلاقي واحد حاطط ترابيزتين او عنده خيمه بس وحاطط ترابيزتين ثلاثه وبيبيع ب $300 ب $400 وممكن تلاقي فيه امثله سيدات مكسيكان او سيده معينه نازله من جنسيه ثانيه وحاطه الحاجات دي، حاطه بس هدوم اطفال، حاطه مثلا هدوم اللي هي النيو بورنز، نيو بورن اللي هم الاطفال اللي هم البيبيز البيبيز مثلا وحاجات زي كده، وواقفه على قد ما اطفال على قد مجهودها العضلي وان هي بتحطهم وعندها فان صغيره. لكن تبصي ناحية تانية واحده برضو سبانيش معاها ولدينها وعندها كذا تربيزه، العيله كلها تلاقي يمكن بتشتغل هناك يعني ففي ليفلز كتير. المهم ان انا يكون عندي الطاقه والمثابره ان انا انزل بالاطفال. طب تاخد قد ايه عشان اتعرف في السواب ميت مثلا؟ الناس اعمل لي كاستمر يعني يبقى ليا الزبون بتاعي، تاخد مني كم مره مثلا؟ انا اي ثينك لو انت عندك البضاعه المظبوط، اصل هم الناس بتنزل تلف واخده بالك. فهو بينزل البضاعه، نوعيه البضاعه اللي انت جايباها هي اللي بتعمل بتبقى اتراكتيف للزبون. لو انت النهارده حاطه حاجات بتاعه محل معروف وماركات معروفه، ما هو الميزه ان هي كمان ليه معظم الناس اللي بتجيب مثلا هدوم من تشاينا تلاقيهم حاطين اللي هم المانيكان وحاطين مش عارف ملبسين البنطلون وكلام زي كده، تلاقيهم واقفين ما بيبقوش. ليه؟ لان اتس نوت براند نيم. لكن تلاقي الناس واحد عايزه براند نيم، براند نيم وسعر رخيص. ما هو اللي بيشد انتباههم ايه؟ ان البضاعه دي بيشوفها في المحلات بتتباع بكذا و 10% من سعرها بيتباع في السواب ميت. واخد بالك؟ يعني انا احكي لك موقف ظريف. انا بشوف ليه الناس ممكن تروح تشتري جزم اللي هي الكوتشي نايكي والاديداس والكلام ده كله وممكن تكون مرتجع ويدفع فيها $35 في السواب ميت. براند نيمز. براند نيمز يس. مرتجع محلات، وتلاقي نفس الشخص جايب نفس الـ مش البراند لكن جايب نفس الشكل بس ميدن تشاينا مش ماركه وبيبيعها ب $8 وما بيبيعش. انا نزلت مره مثلا افتكر من صحيح يعني هتكلم بس على النقطه دي وقول لي الكومنت بتاعتك. يعني مش معنى ان الحاجه رخيصه يعني هي هتتباع اسرع من الحاجه الاغلى. لا طبعا. انا هقول لك، انا واحد من الناس من افتكر الكلام ده في سنه 2000 مثلا او 2001 نزلت الصواب بتاع كوستا ميسا، وبعد كده لما نزلت هناك شاف الجزمة شكلها من بعيد يعني وبيبيعها مش عارف $8 ولا $10 براند نيو اللي هي بالظبط تشوفها في المحل في $50 و$60 و$70. قلت اشتري واحدة، اشتريت واحدة وحطيتها في رجلي. أول حاجة الجزمة هي اللي ماشياك مش أنت اللي ماشي الجزمة. تلاقي الرجل اليمين ماشيه لوحدها. تلاقي الرجل اليمين عايز تروح فين، فما زي ما فيش تلاقي في بالانس. وبعد كده بعد ساعه ساعتين حتى انت بتربطي الرباط بتاعك تلاقي مكان الرباط بدا يعني ايه يقوس ما يبقاش زي الجن. فطبعا عرفت ان الفيلم ده. وبعد كده خلاص اي هيتد خدتها في الزباله. فقلت فعلا هو لما بيجيب واحد ماركه حتى لو مرتجع وبتتباع بالسعر ده ارحم بكتير من الحاجه دي. وهم ارتبط في ذهنهم ان الحاجات دي بيشوفها في المحلات ودي ماركات وايه. لا البضاعه دي زي ما انت بتروح مثلا وول مارت تلاقي مثلا في بضاعه شعبيه اكتر غير لما تروح ميسيز مثلا تلاقي في ماركات احسن غير لما تروح نورتشروم. واخد بالك؟ فطبعا بتفرق. مش معنى
حتى يعني حتى لو ما الناس بتجيب حاجات من الصين. اي واخد بالك؟ ودي لاحظتها ما بين امريكا ومصر. تلاقي مثلا التجار اللي هم بيستوردوا من الصين ياخدوا الايتيمز لمصر بياخد اللي هو الكواليتي نمبر 2 ونمبر 3 ونمبر 4 ويبيعها وما بتبقاش رخيصه. لكن في امريكا لما بيجيبها هنا بتبقى نمبر 1 اول حاجه عشان في ستريكشن كتير عليها. هي لما بتيجي بتخش في مواصفات معينه وعارف الشعب هنا بيبص للكواليتي. في كواليتي كنترول جامد في كواليتي كنترول. وبعد كده انا النهارده خلاص كسبون فهمت لما اروح اجيب طقم سكاكين مش عارف الايد بتاعته ملخلخه او الكواليتي بتاعتها وحشه، لا ده انا اشتري ماركه معينه ادفع فيها $100 احسن ما اجيب طقم سكاكين كله مثلا ب $30 و $35 100. دي نقطه مهمه جدا ان انا مش عشان ببيع حاجه رخيصه يعني معنى كده ان هي هتتباع اطلاقا عن الغالي. فدي نقطه دي يا ما ناس عندها حاجات انا اعرف يعني. اعرف ناس نزلوا الصين وجابوا حاجات هنا في امريكا واعتمدوا على السعر الرخيص قال لك هنبيع بقى وهنبيع قال لك بس انا هحطم الدنيا وما عرفوش يبيعوا حاجه خالص وكان متخيل عشان الاسباب دي وبعد كده في حاجه ظريفه في الصين لما تيجي تنزلي هناك يقول لك سير انت ما تقوليش عندي ايه قول لي انت عايز ايه اعمله لك. كله يتعمل هناك كله يتعمل هناك عايز مثلا يعني احنا لسه جايبين اللي هو الشحن اللي هو الكفر التويلت اللي هو بيلت ان للكبديه يعني اللي هو مش الشطاف بس وان هو يتحط عليه لا القعده نفسها بيلت ان الشطاف ممكن تجيبيها بالسعر ده وممكن تجيبيها ثلاثة اسعار. لما جبنا احنا جبنا البضاعه دي برضو اوريدي وبدينا في تسويقها في منتهى الجمال كواليتي عاليه قوي سيفتي للبيوت عشان زي ما انت بتشوفي الفلاد اللي بيحصل والكلام ده كله وماشي كويس. فمع اللونج ران الكاستمر بيعرف الحاجه اللي هي الكواليتي. في حاجات لازم تكون كواليتي فيها سيفتي طقم سكاكين لازم يكون حاجه سيف لازم في ناس وحاجه تكون كويسه مش اجيب السكينه وبعد مره اتنين تلاقيها بدت خلاص باظت او الايد مش عارف ايه او كلام زي كده او فيري لايت ما تبقى ما تعرفيش تمسكيها في ايدك واخد بالك. فطبعا الكواليتي مهمه جدا طبعا. طيب هتكلم على في دلوقتي الاوت دور في على فكره بس قبل ما انسى برضو حد بيقول لنا على الفيسبوك هل ليك فروع مثلا في ستيتس تانية ممكن تشحن ولا اتس مينلي في كاليفورنيا؟ ابسولوتلي طبعا بنشحن طبعا بتشحن طبعا احنا شغلنا كله في الوير هاوس هول سيل يعني نادرا كمان ما بنبيع بالباليتس بنبيع بعض حاجات بالباليتس لكن معظم الزبائن بتاعتنا بتاخد بالكونتينر. الكونتينر بقى معلش اشرح لي one more time الباليت اللي هي 40 اللي احنا شفناها اللي هي 40 by 48 ده الباليت والكونتينر اللي هي بتبقى كم واحده بقى ممكن ممكن تبقى 26 باليت ممكن تبقى 20 باليت زي ما انت شايفه كده على حسب الايتم. فطبعا ممكن طبعا بنشحن لو حاجه معينه هو واخد مثلا كميه منها ممكن تشحن وممكن كمان احنا لما بناخد البضاعه بتاعتنا دي مش بناخدها من كاليفورنيا احنا بناخدها من اول ستيتس يعني يعني ممكن من اول اوفر يعني ممكن في بضاعه بتجي من اوهايو ممكن تجيني بضاعه من مثلا من جورجيا اتلانتا ممكن بتيجي من وودلاند هيلز ممكن بتيجي من نيفادا. فلو هو اللوكيشن بتاعه قريب وهو يعني فاهم الموضوع وبيشتغل بالكونتينر ممكن الكونتينر يطلع دايركت من السورس عليه هو. طيب انا يعني هقول بقى لمشاهدينا طبعا اللي بيسالوا ازاي مثلا يقدروا ياخدوا يحصلوا على الحاجات دي او البضاعه دي كلموا قناه لوجوز وممكن تاخدوا نمره الاستاذ ايهاب بعد اذنك استاذ ايهاب ويعني شوفوا ايه اللي ممكن يتعمل في الحاله دي اذا كان مثلا يشحنها في اوت اوف ستيت او يعني طبعا اتكلم معهم ونشوف الموضوع بتعمل ازاي. طيب افرض عندي اشتريت بضاعه وكتير ومش عايز تتحرك اعمل فيها ايه؟ ايه السبب اللي ممكن البضاعه بتاعتي ما بتتحركش ويكون براند نيم ويكون كل حاجه والمنظر عندي جميل ونظيف لكن ايه السبب اللي ممكن يخلي البضاعه ما تتحركش؟ ممكن اكون انا اشتريت بضاعه فيها similar items كتير
زينا بمعنى. ودي احنا دايما لما بنيجي نشتري البضاعه في مانيفست بتجيلنا تلاقيني على طول. ممكن طبعا لما يجي لك مثلا كونتينر فيه مثلا 25000 حته 25000 بيسز، طبعا مش هنقدر نقرا كل الكلام ده، لكن تلاقيني المانيفست جاتني اونلاين او بصص لها كده بسرعه اشوف لو في تيشرتات معينه جايه كلها كميه كبيره منها في اللود. يعني مثلا جاييني في اللود مثلا البلته مثلا فيها 500 ولا 600 حته، في منهم 300 حته باللوزات نفس الشكل. طبعا انا لو اشتريت البلته دي كواحد بروح في السواب ميت ام جونا ستوك. ليه؟ لاني عندي ايتمز مهوله هبيع حته 2 5 10 30. انت النهارده معظم في الكنيسه عندنا او كده لما بيجي يقول لك لا 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 انا مش هروح اشتري تاني من ميسيس. ليه؟ لما بخش لما بخش الكنيسه الستات كلها نص الكنيسه نفسها نص الكنيسه نفس من ميسيس مثلا. وتلاقي ممكن سيميلر مثلا نفس البلوزه دي معاد، فاهم ازاي؟ فميزه البضاعه دي انك انت لما تيجي تشتري بي كيرفول انك انت ما بتاخدش البلت اللي هتاخدها يبقى فيها ايتم كتير قوي مختلفه متشابهه حاجات تبقى حاجات مختلفه تبقى فيها مور فرايتي طبعا. طيب برضو هتكلم على الـ احنا اتكلمنا على الاوت دور سواب ميت، هو ده اللي كان مفتوح في الباركينج لوت وكده، لكن في حاجه كمان وعجبتني قوي اللي هي الاندور سواب ميت. نفس الفكره بس مقفوله، بتاخد برضو السبوت بتاعتك، وهسيبك بقى تشرح لنا الموضوع ده، بس احنا معانا فيديو يورينا ايه هو الاندور سواب ميت، وبعدين تشرح له لنا بقى اكتر. sure. لو ممكن نشوف الفيديو اللي بعد كده. The signs are intriguing. It says Vegas Best Deals LLC $3 shoes. And then we're talking the fantastic indoor swap meet. Right near the entrance is this jewelry store, jam-packed with merchandise and a customer. This is a store called Little Tippies. Well, there are brand name cosmetics at a discount, and that's the way it should be. We pay too much for cosmetics otherwise. This is Rachel's 50 to 60%. Rachel's is full of items. This is owned by a gentleman. His son is here working, and he said his name was Khalid and has been here 10 years. Look at all these items, including eyelash. Be prepared for Mardi Gras. The masks are here. Holidays are almost here, and Candle in the Desert is just setting up shop as well. They have handmade candles, and for the holidays, these would be perfect. They'd be a perfect hostess gift. Nick and his wife do this work. The regular $35 candle like this is $30 at the swap meet. Very lovely. Need a new bathtub? This is a display right in the middle of the aisle called Bath Fitter. Want a purse? Even one with a skull and crossbones. But if you have a better view of life, there's a butterfly. طيب شفنا الاندور سواب ميت، هو اسمه طبعا فانتاستيك، ده يعني حاجه في فيجاس، لكن في من ده كتير اللي هو الكلوزد او الاندور سواب ميت. ايه الفرق بين ده وبين المفتوح بقى الاوبن سواب ميت؟ تمام. طبعا الاندور سواب ميت ده قريب قوي من المول، بتعتبر محلات ممكن تاخديها ايجار شهر او شهرين او ثلاثه. هقول لك الفروق بسرعه. السواب ميت الاوتدور تقدر تبيع فيه اي حاجه، وممكن تبيع فيه كذا حاجه مع بعض. يعني ممكن تبيعي كيتشن وحاجات حاجات اطفال وهدوم وكلام زي كده في نفس السبوت بتاعتك. لا، في الاندور سواب ميت ما يسمح لكيش غير بحاجه معينه، زي ما انت شفتي في الصوره بيبيع بس شنط حريمي، بيبيع بس حاجات كاندلز او حاجات بس جولري. يعني تختص في حاجه واحده بس. طبعا، لان هم بيبقى عندك فلان ده خلاص هو دخل بيبيع شوز احذيه بس ما تقدرش تبيع احذيه وشنط.
وبرضو الرجل او كميه الناس اللي بتخش، طبعا الاوتدور اكتر بكتير قوي من الاندور طبعا. نوعيه البضاعه لو انت شفت الحاجات التانية هتلاقي معظمها حاجات ميد ان شاينا او حاجات جديده كلها. الحاجات التانية لا، حاجات بتبقى اوفر ستوك او حاجات مستعمله او حاجات مرتجعات. ده حاجه وده حاجه. الاندور انا اي ثينك ان هو بيبقى كويس لواحده عايزه تعمل مشروع صغير. ليه؟ قاعده في مكان مش محتاجه تجيب فان كل يوم وتفضي وتحط المكان ده، البضاعه موجوده فيه مرصوصه، اخر اليوم بتقوم قافله فيه، قافله المكان عليه، مش محتاجه حتى لو ملهوش بيبان. على فكره احيانا فيري سيفتي هناك في سكيورتي بيبقى عباره عن زي بينزلوا كده ملايه عليه، او يعني كل على حسب طبعا المكان، او بيعملوا درب معين كده متحرك، واخد بالك؟ فده بيبقى مناسب لواحده خلاص بتفتح كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا. طبعا بيقعد متاخر يعني صواب ميت الاوتدور اخرها مثلا الساعه 3 والناس كلها بتمشي، لكن ده ممكن يقعد لغايه الساعه 6 ولغايه الساعه 7 ولغايه الساعه 8. ده ليه زبونه وليه الناس اللي بتشتغل فيه على حسب ظروفهم. زي ما قلنا واحده ما تقدرش كمحل صغير بس برضو الايجار بيبقى قليل وكل حاجه قليله، يعني مش زي ما تاجر محل مثلا لا في مول طبعا. لا أو لا او في بلازا او كده. انا اعرف اي ثينك ان في بيتش بوليفارد في اورنج كاونتي اي ثينك في سواب ميت هناك اي ثينك الشهر بيبتدي ب $400 او $600 It's very reasonable. او $1,000 او سمعت كمان ان هم بيدفعوا مش بتدفعش اليوتيليتي ولا كهرباء ولا اي حاجه، كله على الاونر نفسه، على المكان نفسه، على المكان يعني نفسه. كل مكان على حسب. بس زي ما قلت ده بيتخصص في مكان في حاجه واحده بس ولازم ياخد موافقتهم، يقولوا له بيشترطوا عليه انت هتبيع ايه، يقول لهم انا هشتغل في الاحذيه دان خلاص ما يقدرش يغير فده يعني ده اعتبره مشروعين مختلفين تماما او طريقه، حتى طريقه البضاعه نفسها مختلفه تماما. كان انا شايفه برضو في الفيديو بيقول ان في ناس قاعده بقى لهم 10 سنين يعني دي خلاص استابليشت وده مبسوطين وموجودين هناك. زي ما واحد لاقي واخد محل في المول بيبيع فيه هدوم، بيبيع بس احذيه، بيبيع بس جلاسز، بيبيع جولري، واخد بالك؟ فخلاص هو اوريدي ليه زبونه هناك. لكن لما هتيجي تلاقي الرجل اللي داخله او الدوران طبعا بيبقى اقل بكتير، لكن اتس فاين يعني برضو مشروع ودي زبون. واحنا قلنا هنتكلم على مشاريع كتيره بطرق مختلفه كتير وايتم مختلفه، فده نعتبره حاجه من الليفلز اللي هي تناسب ناس معينه. واخد بالك؟ طيب ايه الفرق مثلا بين واحد ياخد بضاعه ب $5,000 وواحد تاني ياخد بضاعه ب $10,000؟ ايه الفرق بينهم في البيع مثلا والمكسب؟ بصي هو زي ما قلت لك كل ما انا بروح مكان والاقي فيه فرايتي كتيره وانواع كتير وكميات كتير وكذا اتجاه، يعني ده هدوم وده كذا كذا كذا، طبعا نسبه البيع بتبقى اكبر. زي ما انا قلت لك انا لما بنزل لو انا نازل الاوتدور سواب ميت ورحت على مكان عنده حاجات كتير مختلفه، يبقى انا دخلت لو ما خدتش البنطلون ده دخل انا ومراتي ومثلا معايا وابني وبنتي، ابني هيشبط في اللعبه دي، انا مراتي عايزه كذا 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 الحاجات المطبخ، انا لقيت في بنطلونات جينز او ده انا لقيت القمصان مش عارف ايه وبتاع، لا انا هاخد قمصين ثلاثه. فهتلاقي انا نزلت المكان ده بس صرفت فيه $300-$400 او $250 او $200 او $100. شوفي كام واحد بيشتري. غير بقى لو انا جايب بضاعه ليميتد، يعني مثلا واحد يجي يقول لي انت قلت ان انا ممكن اشتري حاجات ب 500، يس. بس انت النهارده لما هتيجي تاخد بضاعه ب 500 دول هيبقوا ايه في المكان؟ ايه الانواع اللي عندك؟ ما انت خلي بالك انت الحاجات اللي انت بتاخديها، افرض انت النهارده جيتي معاكي $1,000 وفي باليتا وانا ممكن ابيعها. بس انت تفتكر لما تاخدي الباليتا البالت دي اللي فيها 300-400 حته هدوم ونزلت بيها السواب مين؟ مش كل حاجه هتتباع. ليه؟ لان هي كلها ايتم مختلفه. هتلاقي ممكن بنطلون جينز ليفايس مثلا مقاس 32 رجالي، البنطلون ليه مش حرف حريمي مش متكرر، فانت على حسب فرصتك في الزبون اللي نازل في الفتره دي او في الوقت ده، اوه انا هاخد البنطلون ده
لكن مش هتلاقي الست اللي بتاخد البنطلون تاني، فممكن يقعد معاكي يومين ثلاثة، واخدة بالك؟ لكن لما يبقى عندك بدل ما باليتة حاطة ثلاث أربع باليتات وفيها أنواع مختلفة كتيرة، فطبعا هتبقى فرصتك في البيع أكتر أزيد طبعا. وبالذات كمان أنت النهاردة هما بيعتمدوا إيه؟ هو أوريدي عنده رأس مال، يعني تلاقيه هو لما بيجي ينزل هو أوريدي حاطط رأس مال ب5000 خلاص؟ ما هو النهاردة باع منهم ب1500 أيه. هو بيقوم جايب بضاعة تاني ب1500 2000 ويبتدي يحطها على البضاعة اللي عنده، ليه؟ عشان بضاعة تزق بضاعة، فهو هي يعني حافظ على المنظر قدام الزبون ان هو دايما لما بينزل في بضاعة جديدة ومختلفة، واخده بالك؟ دايما عنده حاجات جديدة، دايما عنده حاجات جديدة حتى لو عنده حاجات شفتها قبل كده، لكن عارفه لما هروح للشخص ده هلاقي عنده على طول حاجات بجدد يعني، وحتى لو ابتديت تلاقيه مثلا بدل ما حاطط هنا مثلا الشرابات وهنا القمصان تاني يوم بدلهم حط هنا وهنا، فاهمة ازاي؟ عارفه بالظبط لما تروح تدير العربيات تلاقي ايه؟ تلاقي مثلا ينقل العربية من هنا يحطها هنا بالظبط، هو جاب مثلا 10 عربيات النهاردة من الاوكشن حط جاب دي حطها على التريميوم فوق تغيير شوية تغيير فبيحسس ان المكان فيه نفسه في حركة لان ممكن الشخص في تجديد يعني في حاجة جديدة لانك انت عمرك انت از كاستمر لما تخش المكان عمرك ما عينك بتسجل وتحط في الميموري كل البضاعة موجودة في الحتة دي شكلها ايه بالنسبة لك فلما تيجي ده هو اللاعب حط هنا فانت ده حاجات مختلفة، وهو طبعا فعلا بيجيب حاجات تانية مختلفة. طيب مارك بيقول انا لو معايا 3000 دولار اعرف اخد باليت من عندك ولا لازم اماونت معين؟ انا بقى تاني لو معاه 500 دولار ممكن يشتري يعني. طب قولي الباليتس الرينج بتاعها النقطة يعني مثلا عندي في بوكسز مثلا فيها لحافات او مثلا اللحافات اللي هي الصيفي دي وملايات مش عارف كام زي كده بالكرتونه 80 دولار كرتونه ده غير الباليت يعني في ايتم ما هي بقول لك على حسب البضاعه بتيجي. طب فهمني بقى يعني ايه في عندك ايه مثلا يعني في عندنا مثلا بضاعه مثلا بتبقى عباره عن كراتين بسايز معين كل كرتونه فيها ليست من جوه يقول لك ده والله فيها لحاف كوين اللي هو الصيفي ده فيها طقم مليات مثلا كينج فيها الكاربت بتاعت حمام فيجي يقول لك الايتم كذا 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 والكرتونه دي مثلا هتقع عليك انت ب 80 دولار او 100 دولار يعني ممكن بس انت هتاخد الكرتونه دي مش احنا بقى مش بنحكي في 3000 في 100 دولار انت هتاخد ال 100 دولار دي هتعمل بيها ايه؟ تسبيها صواب 100 تعمل بيها ايه؟ هتحطها ما حدش هيبص لاكي بعت دولار بعت لحاف ب 30 دولار او 35 دولار وبعدين طيب يعني عندنا الكرتون طبعا الحاجات دي كلها ممكن تنفع اكتر حاجات الاونلاين اللي هي بالحته وكده طبعا طيب يبقى كده عندك الكرتونه عندك انت عندك كان في صوره ثانيه للشكل الوير هاوس البضاعه فيه ازاي الباليتس موجوده ازاي والكلام ده كله ممكن نشوف دي الصوره دي واحده ثانيه كان فيها الباليتات مفتوحه اكتر باليتس مفتوحه المكان يعني الواسع كله يعني مثلا دي باليت فيها مثلا فيها بنطلونات جينز مثلا فيها ليفايس ودي بص الباليت دي فيها مثلا حوالي 300 او 350 بيسز وكلها حاجات بس جينز بس طيب مش انت قلت يعني انا برضو مش فاهم مش انت قلت الواحد مش كويس ان هو ياخد مثلا 300 حته من نفس الحاجه لا ما هايل دي هايله في ايتم معينه بتبقى هوت ايتم يعني لما يجي واحد بيشتري مثلا هدوم معينه هي كلها جايه متلخبطه قمصان مع تيشرتات مع شرابات مع اندرويد الكريمز كده فتلاقي في ايتمز معينه لو لقيها في الجروب ده او في الباليته دي فيها 10 بنطلون جينز دول بيجروا اول حاجه لاني مطلوبه قوي فالنهارده لو في باليتات بس بتتباع جينز طبعا ممتازه ففي ايتم معين هو مش هيلاقي الجينزات دي مش هيلاقي بنطلون زي التاني بس كلمه جينز مطلوب قوي اي سي كلمه جزم كوتشي مطلوبه قوي بامبرز اذا انت بتبيع حاجات بنبيع الحاجات اللي هي بتاعه البامبرز والكوتكس وكلام زي كده بيبقى عندنا حاجه جايه من كامبري كلارك حاجات بس
بامبرز والحاجات دي كلها. في عندنا هاوس هولد وبيرسونال كير، الحاجات بتاعه الكريمات وكلام زي كده. هتلاقي لما تنزل لما ينزل الصواب، هو لما ينزل الصواب ميد، انا تاني من فضلك ما تحطش في دماغك البيزنس غير لما تنزل الصواب ميد. تدرس شويه بس تنزل. في مش تدرس، ما انت النهارده لازم تنزل وتشوف الناس دي شغاله ايه وبتبيع ايه. That's doing his homework. لازم يدرسها، لازم برضو أي يشوف مشروع لازم يكون كده. يا لازم يقعد إن شاء الله اليوم كله يشوف ده وبيبيع إزاي وده بيبيع إيه. أنا عندي أفتكر من سنتين واحد جاني يعني مصري، لدرجة إن هو كل ما يجيني أقول له انزل يقول لي يا عم هو أنا جاي، هو أنا هاخد منك ببلاش يا عم أنا معايا. أقول له حبيبي مش الموضوع فلوس. أنا كراجل تاجر جملة، أنا خدت منك الفلوس وأنت خدتها، واخد بالك؟ انا بس بقول لك الطريقه الصح. انا مش هفرح انك انت تشتري بلتتين تلاته وبعد كده تقول لي الحقني أيوه. يعني الموضوع مش موضوع ايوه انزل شوف الناس دي بتبيع ايه، بتبيع ازاي، ايه الاسعار اللي بتبيع بيها، ايه الايتيمز اللي ماشيه اكتر من ايتيمز. احنا بيجي لنا فود، اكل كمان، اغذيه. ازاي هينزل هو هيلاقي اللي هو مثلا الكاتشب ومش عارف الجوس والحاجات دي كلها اللي هي الكنز. بس الواحد يبقى has to be careful بيها لان ليها طبعا expiration date. ده في هناك بس الناس بتبيع ميديسن، وحين الميديسن بيبقى expire جاي واخد حاجه ممنوع. يعني اخدت مثلا علبه ادفل بدل ما كانت هتضيع الصداع 100% هتضيع، بس ان لا اعلم هتضيع ايه تاني غير الصداع. طب انا اقول لك حاجه غريبه. انا عندي في زبون بيجي من سان دييجو حاطه في الويتنج ليست بيشتري بس مننا فرد الجزم. فرد بيعمل ايه؟ سنجل. فرديه؟ ايه؟ طب بيعمل بيها ايه؟ اقول لك بيعمل بيها ايه. بيجينا احيانا زي مثلا محلات عندهم جزم وهو اوريدي الفرده ضاعت عنده في المحل، هي موجوده بس مش عارفه راحت فين. يعني تلاقي مثلا زي مثلا نوردستروم راك لما تخش تلاقي حاطط الاحذيه، احيانا تلاقي حاطط فرده والفرده الثانيه جوه مش لاقيينها مثلا، مش لاقيينها تاهت. فتلاقي مثلا هو عنده 10,000 سنجلز ومش لاقي ممكن تكون موجوده مش لاقيه مع الاحجام الكبيره في المحلات. فيجي يكلمني يقول لي احنا عندنا مثلا 20,000 سنجلز. اساله اقول له طب نسبه الاثليتيك شوز اللي هي الكوتشي فيها قد ايه؟ لو النسبه لغايه 60% جود لود اخده. طب انت يا عم بتاخدها بكام؟ $1. وبعد كده بيبقى يحط فتلاقي ممكن ادفع ما انا اقول لك اخد الكونتينر ممكن يكون الكونتينر ب $20,000 في 20,000 فرده. خلاص؟ يجي عمنا ده بتاع سان دييجو هي اسبانيش. يقول لي جه؟ اقول له جه. كام يا عم؟ احط مثلا بحاله بدولار وربع. مثلا واخد بالك؟ هو ياخده. عنده مكان كبير عنده 10 7 بيشتغلوا معاه يقول له فك حاول تجوز. يبتدي هو يحط البضاعه على الارض ويبتدي يلاقي مثلا دي ده دي فردتها. او من لود قديم ده عنده بتاع يبتدي يجوز. هو وقع عليه ب $2.5. ما هو الفرده بدولار وربع، الاثنين ب 2.5. ايوه. وكلها حاجات براند نيم براند نيو. هي المشكله فين؟ هي مش لاقيه. مش لاقيين. هو وقع عليه ب $2.5 باعها ب 35. اوه. ده مش كده بس، هو لما يجي له اللود يلاقي مثلا الجزم اللي هي اللي هي العاديه اللي هي الجزم الجلد والصنادل وحاجه زي كده وبتاع. هو لما بيفتح الكراتين دي بياخد اول حاجه دول يرميهم مع انه دفع فيهم دولار وربع بس رمهم. ليه؟ لان هو مش هيضيع وقته لان هي از نوت هوت ماركت بالنسبه له، مفيش اقبال عليها. فانا مش اللي بيشتغل ده بياخد مني بالساعه فبيرميهم، يجمع بس الاثليتيك او اللي هم الكوتشي. طب سؤالي ليك، اعرف اتمن الحاجه ازاي؟ تمام. يعني عندي مثلا ببيع، اشتريت منك جينز على شيرتس على شرابات على، اعرف اطمنهم ازاي؟ تمام. احنا لما بيجي مثلا هو عنده خد باليتا، الباليتا دي فيها مثلا 400 حته، سهل على الناس.
وقع عليه ب1000 دولار، يبقى الحتة وقع عليه بكام؟ $2.5. الحتة دي ده average price، واخد بالك؟ أي. الحتة دي ممكن تبقى بنطلون جينز يتباع ب13-14 دولار، وممكن يكون شراب ما يتباعش غير بدولار، فده الافريج برايس. فهو بيبتدي لما بينزل الصواب بيبقى عارف الناس اللي بتبيع بنطلونات جينز بتبيع ده الموديل ده 505 ده بيتباع ب15، لا ده بيتباع ب18، لا ده ما عليهوش اقبال لان السايز بتاعه كبير بيتباع ب10، واخد بالك؟ فهو من نزوله في الصواب ميت هو عارف الكوست بتاعه قد ايه، بس مش معنى كده ان هو ايه ده انا البنطلون الجينز وقع عليا ب$2.5 يبقى انا لو بعته ب$5 تمام. غلطان. ليه؟ لانك انت لو بعت ده ب$5 في ايتم تاني ما يتباعش بدولار. واخد بالك؟ فهو بيبتدي يفنط الحاجه دي وبيبقى عارف متوسط الاسعار اللي بيتباع ايه في السواب ميت. حتى هو لما يجي يمسك الباليتا ويفك الايتم بيبقى عارف ده انا عندي 30 حته جينز، عندي 15 جاكيت، عندي 60 شراب، عندي مش عارف ايه 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 ايه، يبقى انا لو بعت ده بكذا وده بكذا وده بكذا وده، يبقى الاجمالي انا لو البلته وجيبها ب1000 كده، لو انا بعت البلته مثلا فرضا المفروض انا هتبقى ب$4000، لا انا هصفي منها $1000 بس، هخلصها على طول عشان اخد بلته تانية وبلته تانية وبلته تانية وهكذا. فهو ده اللي بيبقى ازاي هو بيقدر يحدد الحاجه بيبيعها سعرها قد ايه من الناس اللي حواليه. ما هو لما ما احنا اتفقنا هو لما هينزل الصواب ميت هيعمل ايه؟ انزل اشتري. انا لما بنزل احيانا انزل صواب ميت مثلا ايه، اوزع بزنس كارد عشان الناس تبقى عارفه المكان بتاعي، او حد ينزل مثلا اوزع بزنس كارد. انا تاني احيانا اقف مثلا عند الناس اللي بياخدوا مني وما ايه ده انا محتاج الجاكيت ده، او ده صدقني تشتري منه. ليه؟ لان انا عندي ده، انا نفسي مش عارف ايه اللي عندي، دي كلها باليتات ومقفوله وكلام زي كده وبتاع، لان انا واقف عنده دفعت كده $100 اشتريت مش عارف كذا يعني تبيع له وتشتري منه. حلو قوي. البيزنس معك حلو يا طب برضه ما قلتليش المكان، عايز اعرف المكان. المكان مش مكان السواب ميت، مكاني في السواب ميت اعرفه كويس ازاي؟ انا لما هنزل السواب ميت هبقى عارف خلاص، عرفت الناحيه اليمين دي متجمع فيها كل الناس اللي بتبيع تولز، تلاقي جايب لك مش عارف ايه اللي هي بتقص الجراس بتاعه الباك يارد كلام كده، فخلاص عرفت الناحيه دي كده. الحته دي كل الناس اللي هي حاطه خيام كبيره وبيبيع قمصان وجواكت وبنطلون، يبقى انا عايز في الاريا دي. ايوه. يبقى اذا انا خلاص عرفت انه ايتم اللي هيناسبني، وفي نفس الوقت انا جه معايا اصل هو هيجيني مره واثنين وثلاثه قبل ما ابيع له، انا مستحيل هبيع له من اول مره. لا هو جديد. واخد بالك؟ وبعد كده خلاص يبقى هو خد ايديا وعرف اني راس المال تقريبا هيصرف ايه، في نفس هيدفع ده نفس المكان في اوفيس. كل سواب ميت ليه الاوفيس بتاعه. ينزل يقول لهم طب والله انا عايز ابيع حاجات هدوم كده، فانا عايز اخد في الاريا. هيقولوا ده احنا عندنا B1 B2 B12 B19 مش عارف ايه A3 A2 كلام زي كده. فايه اللي عندك متاح؟ انا عندي كذا كذا، فين مكانه؟ اهو. يبقى انا انزل لما انزل يوم الثلاث في المكان ده انا عارف ده هيبقى فلان جنبي وفلان جنبي وفلان جنبي وفلان جنبي وفلان جنبي، انا هاخد السبوت ده عشان ابيع. طب افرض مثلا السواب ميت مليان وقالوا له ما يعني انت عايز تبيع لبس بس احنا ما عندناش غير الحته فاضيه جنب بتاع التولز ده، يا عايز تاخدها دلوقتي لحد ما حاجه تفتح تانية حاجه تفتح تاني؟ لا استنى طبعا، استنى ما يفتح ما يستعجلش. لان هو لو راح احيانا بشوف يعني احيانا تلاقي نازل صواب تلاقي مثلا مش عارف واحد حاطط هدوم، بس ليه حاطط هدوم قديمه؟ ليه؟ لان هو الصواب ميت ده كبير قوي. انا نفسي احيانا لما بنزل ما اقدرش الف كله هيوج، واخد بالك؟ فتلاقي معظم الناس خلاص نازله عشان تشتري هدوم وحاجات كده، عارفه ان المكان ده فيه تجمع الهدوم كله، فما بتكملش بقى، هروح بقى للناحيه الثانيه. اتس هارد. That's a good point. That's a good point. طيب في برضو حد سالني على الفيسبوك بيقول هي لو عايزه تبيع لبس بس هي مش فاهمه الكونسبت بتاع بيع اللبس ايه، هي بتقول ايه هو بيبقى مستعمل ولا هي عايزه تفهم بس ايه الكونسبت بتاع اللبس او البيع نفسه. 80% إيه؟ بتبقى حاجات يعني انا دايما باجي اقول مثلا ايه، لو انا هاخد بضاعه محل معين او بضاعه معينه هحط عندي نسبه مثلا 3% 5% دامج وبحمله على بس مش مستعمل. انا عايز اقول هو مش مستعمل، حاجات راجعه كود بي
كود بي ازاي؟ كود بي واحد خدها لبسها مره وما عجبتهوش او قاسها ورجعها. يعني قصدي كلها راجعه. يعني كود بي ممكن تكون براند نيو عليها التاج. هو معظم بيبقى عليها التاجز او بتبقى اوفر ستوك. عمل محلات كده اوفر ستوك على حسب على حسب المحل. كل محل وعلى حسب. اوكي طيب سريعا عشان عايزين في البارت الثاني احنا خلاص احنا اولموست ذير عايزين نتكلم على ازاي الواحد يبيع اونلاين. في ناس طبعا يقول سواب ميت والاندور والاوتدور مش 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 حاجه هم يقدروا يعملوها طبعا فيزيكلي اتس هارد يعني مش سهله. فطبعا يمكن اسهل حاجه في دول اللي هو البيع اونلاين. بس قبل البيع اونلاين افرض انا معايا 30,000 مثلا دلوقتي 30,000 ل 50,000 ايه المشروع اللي ممكن افتحه؟ انت تديهمي وما تشغليش بالك خالص. لا لا ايه رايك؟ بصي انا دايما حته الارقام الفلوس دي يعني ايه ممكن اعمل حاجه ب 5,000 او ب 8,000 تبقى احسن من 30,000. ليه؟ لان الحاجه ام 5,000 و 8,000 انا عرفت خلاص هنزل فين والمكان ده هيبقى الى حد ما الريسك بتاعه قليل زي سواب ميت وهشتغل بيه. لكن ممكن تيجي تقولي طب انا معايا 30,000 طب انا 30,000 لا ينفع احطهم كلهم في سواب ميت لان هيبقى مبلغ رهيب ولا في نفس الوقت اقدر اروح افتح بيهم محل لان المحل اللي هفتح بيه محل 30,000 دي حاجه قليله على المحل حاجه قليله وعلى حسب انا هشتغل في ايه المحل ده. هل انا هشتغل هبيع في ايه؟ فطبعا بتبقى ايه عارفه بالظبط ايه زي انت رايحة الترزي كل واحد بيعمل له البدلة اللي بتفيد يعني. بالظبط فاحيانا ممكن تعملي حاجة ب 30,000 وتخسري فيها وممكن تعملي حاجة زي كده ب 8,000 و 5,000 و 3,000 و 7,000 وتبقى شغل كويس. طب انا سمعت ان في ناس كتيرة مثلا بدل ما بتاخد محل وتدفع الرنت والحاجات دي كلها بتاخد ويرهاوس وتفرش فيه بقى الحاجات دي كلها يشتروا مثلا كمية مثلا 50,000 100,000 ويفرشوا فيها الحاجات دي والناس تيجي بتشتري برضو بأسعار قليلة. وفعلا وفي عندي ناس كده فعلا ممتازة. بس هو هيجيب الزبون ازاي؟ ما هو بصي كل مشروع ليه بداية. الراجل اللي عمل انا عندي فعلا واحد يعني في حتة معينة واخد زي ويرهاوس واخد البلتات دي كميات مهولة وفاتح وحاطط بس هو اوريدي كون زبونه وعمل ادفرت اصل الناس هتعرف منين؟ لازم في ماركتنج لازم في ادفرتايزنج طبعا وعمل هو اونلاين وعرفوا مكانه ووصل لمستوى معين وعنده تصريفه ثانيه يعني ممكن تلاقيه بينزل سواب ميت ده مش كده ممكن كمان تلاقيه بيبيع جمله كمان يعني ممكن تلاقيه بيبيع كده وبيبيع كده فما فيش حاجه اسمها بيع بس حته حاجه واحده وخلاص او انا معايا فلوس اعمل كده اي حاجه انت النهارده لو معاكي ما تعمليش امريكا كده ما تعمليش اي حاجه غير لما يكون عندك خبره. طب انا هشتغل في حاجه ب 100,000 هي انزل اجرب في السواب 100 واشتري بضاعه على اقل الريسك معايا افهم بس هتبقى اقل افهم السوق افهم اتعامل مع الزبون ازاي افهم اتعامل مع الزبون ازاي انا هبقى طويل بال ولا مش طويل بال ايه البضاعه الكويسه ما انا لازم اتعلم واخد بالك يعني انا لازم اتحرك لازم اشوف ان انا قاعد ليا فتره قاعد هل انا عند الاستاذ بقى ان انت حتى النهارده لما تيجي تلعبي رياضه يقول لك مش اول يوم تعملي كذا وكذا كذا بالراحه حتى لغايه لما افهم السوق ايوه هشتري من هنا اشتري ده لا البضاعه دي لا البضاعه دي انا حتى لما نزلت تشاينا كنت نازل اشتري نزل اتفرج نزل تشاينا تتفرج ايه ما اصل النهارده هنزل اشتري ايه خد بالك انا جاي النهارده عندي خلفيه عارف انا بشتغل في ايه يعني شوف انا عندي كل الخبره دي في الشغل من 1999 ولا من 2000 من سنه 2000 19 سنه و 18 سنه ومع كده لما نزلت تشاينا جديد انا مش عارف هعمل ايه بس عندي سوق عارف انا هبيع ايه. طيب في برضو حد سالني على حكايه التشاينا او الحاجات اللي بتيجي من تشاينا اللي هي طبعا الكواليتي كنترول يتشيك مع مين؟ ايه الجهه اللي هم يتشيك معاها يشوفوا الايتم دي المستخلص يعني في بتبقى شركه شحن اللي هي حتى في حاجه اسمها في شركه شحن تقول لك دور تو دور هياخد من المصنع او من المكان من تشاينا هو اللي هيبقى مسؤول ان هو ياخد البضاعه وتتحط في الكونتينر في تشاينا وبعد كده تتحط على الفيسل على ال
على المركب على المركب او فينا وبعد كده في هتمر على الكاستم وهتمر على الكواليتي كنترول ويعملها اذا كان اكس راي ولا حد يفتح الكونتينر وبعد كده هو ياخدها من المينا وبعد كده يسلمها لك في مكانك. أيوه هو يعرف منين بقى قبل ما يجي يخش هنا اذا كانت الايتم دي في الاماكن دي؟ هو نفسه يشوف اي مستخلص من دول يقول له انا رايح في تشاينا نفسها هنا في امريكا. هنا في امريكا مليانين، وهو لو عنده عايز حاجه زي كده يكلمني واديله اسم كذا واحد. طب فيري جود فيري جود. طبعا ان مش عايزين حد يجيب حاجه وفي الاخر يدفع الافات فيها وما يردوش يدخلوها. بصي انا دايما اقول الشراء اي حد يروح يشتري هتبيع ازاي؟ طبعا فهي ما لو انت عندك سوق هنا وعارف بتبيع ازاي هتعرف تشتري. ما هما الاثنين لو بتعرف تبيع تعرف تشتري. ايوه ولو بتشتري صح هتعرف تبيع كويس. فهم من الاثنين يعني احنا حتى عندنا لما بنيجي نشتري البضاعه دي البيع سهل الشراء اصعب ما يكون. صحيح. ليه؟ بصي عكست ازاي؟ ليه؟ لان انا طول ما انا عندي ايتم كويس والناس عايزاه وسعره كويس مفيش مشكله في البيع، بس ازاي انا اوصل للايتم ده؟ اقعد اذاكر بقى واشوف، وبالذات في الحاجات المرتجعات ابقى عارف مين التاجر ده جاب اخر حاجه، لان هي مرتجعات ما بتتكررش. لا ده الشحنه الفلان الفلاني اخذها من المحل الفلاني جت كلها كريسماس. فلا هي مش هتتباع دلوقتي، اضطر ان انا استق فيها لغايه كريسماس. اعرف ناس كتير جدا دخل هوم ديبو وشاف ايه ده الزراديه دي او الطقم اللي مش عارف ايه ده بتباع ب 20 دولار، ده انا رحت لقيتها في تشاينا ب 3 دولار هوب هاتها. وخد البضاعه دي وجابها واستق فيها. او مثلا شاف الكريسماس تري ده بتتباع هنا مش عارف ب 150 دولار، ده انا لقيتها ب 25 دولار في تشاينا هات كونتينر. ده يا عم خليك مكانك وانا اديلك الكريسماس تري ب 10 دولار. واو. فاهمه ازاي؟ فهي النقطه، وهنا المحلات بتكسب ارقام فلكيه. ايوه بس وقع عليهم اكسبنسز كتير. اكسبنسز كتير. فاي حد يعمل اي حاجه لازم يكون عنده خبره. طيب بالنسبه للسواب ميت برضو اذا كان اندورز او اوتدورز او الوير هاوس، يعني هل محتاج لغه جامده يعني عشان تقدر تتعامل مع الناس او كده ولا؟ اتس جود بوينت. هو طبعا السواب ميتس كلها هتلاقيها معظمها مكسيكان. بس طبعا الايتم نفسه يعني انا ببيع البضاعه دي، انا كل الزبائن بتاعتي مكسيكان. انا ما بعرفش اتكلم اسبانيش وهم ما بعرفوش يتكلموا انجليزي. بكلمهم بالعربي. بنطلونك قميصة كفاية قوي قميصة بنطلونك. فهو لغة التجارة معاهم هم على فكرة شعب جميل وناس شقاية. يعني أنا أي لاف إن أنا أشتغل مع مكسيكان حقيقة. ناس هم يحبوا يشتغلوا يعني يحبوا شقايين واخدة بالك؟ يعني أنا شقايين وهايلين يعني. فتلاقيه مثلا جه هو عارف أميجو إيه أميجو روبا روبا خلاص انا عرفت الروبا دي اللي هي ايه الهدوم. موتشا بانتالونا او موتشا جورديتو مش عارف ايه حاجات زي كده يقول لك. فالمصطلحات بتاعتهم سهله مره مع الثانيه. هو بالنسبه له لما هيروح يبيع في الصواب ميت اسهل له. ليه؟ لاني هو شاف بنطلون جينز هو بيدور لوحده شاف ده المقاس ويحطه كده عليه ويقيس كلام زي كده وبتاع. كوانتو ساميجو اوكي 10 دولار اوكي اوتشو سينكو خلاص أيوة. سينكو انا مش فاهم سينكو يعني خمسه اعمله كده 5 يعني مش نوت ا بيج ديل. بس طبعا برضو ياخد باله يعني مثلا احيانا يفضل مثلا لو هيشتغل مثلا في الحاجات مثلا ملابس داخليه بيبقى صعب ان الراجل يقف يبيعها. ده جود بوينت برضه. فطبعا بيبقى لان كله بيبقى ستات مكسيكان وجامد زي كده. يعني وحاليا صدقني ما يعني انا نزلت كذا مره صواب ميت هوزيه ده واقف والستات داخله مش عارف ايه وبتاع خلاص هم حطوه في الشنطه عدهم كم حته وخد منها وخلاص. يعني لكن سهله ما هياش مشكله طول ما انا عندي الايتم المظبوط. انا اللي يهمني السلعه اللي هو واخدها تبقى محبوبه وعايزه تتباع. طيب
نبتدي بقى على الاونلاين. الاونلاين ده يعني اقول اتس بومينج بطريقه مش معقوله, وناس كتيرة عملت بزنس حلوه قوي قوي من اونلاين. وميزه طبعا الاونلاين ان ممكن واحده ام تبقى قاعده في البيت زوجها عندها اولاد وتعملها على الجنب, مثلا الاولاد يروحوا المدرسه هي تبتدي تعمل بيع اونلاين, تعملها في الويك اندز. واحد برضو عايز يعمل زود دخله يعملها برضو في الويك اندز. ف حاجة سهلة بتعملها من بيتك من على الكمبيوتر, هتشتري بضاعة مش كتير, حاجات قليلة, وممكن تبيعها برضو يعني زي ما قلت اونلاين. بس طبعا في خطوات الواحد لازم يعملها, وفي ناس كتيرة مش عارفة تبتديها ازاي, تجيبي البضاعة منين, ايه اللي تقوله في الديسكريبشن لما تحط الحاجة, ايه اللي تقوله في الديسكريبشن, تحط الصورة ازاي, حاجات دي بقى انت هتوريها لنا ايها خطوة بخطوة نعمل ايه. مظبوط. اوكي. وبرضه ممكن نكلم هنكلم الاستاذ سامح. اها. استاذ سامح طبعا بقاله لا لو نكلمه بس بعد شويه لو سمحت, نتكلم شويه على الحاجات الاونلاين. استاذ سامح بقاله ايه من 2005 تمام بيشتغل في الحاجات على الاي باي, وما شاء الله دلوقتي بقى حاجه يعني حاجه حلوه خالص, والواحد مفتخر بيه فعلا يعني, وير سو براود اوف هيم. وهيبقى معانا كمان شويه وهيتكلم على خبرته وازاي ابتدى وتقدم ازاي وبيبيع ازاي دلوقتي بقى, يعني حاجه كبيره وحاجه جميله حاجه مشرفه يعني. طيب قول لنا بقى ايهاب الاونلاين ده يعني قول خطوه بخطوه. احنا معانا انت جايب لنا ايه, طقم سكاكين ده ممكن نحطه هنا, وقول ده مثلا حاجه من الحاجات اللي انت بتبيعها او جبتها من تشاينا مش كده؟ تمام. طيب وحط لنا بقى الطقم ده, وقول مثلا ده طبعا شكله حاجه جميله يعني حاجه شيك. تمام. اوكي. مثلا ده طقم سكاكين. خلاص. جاي عباره عن خمس سكاكين. واحد اثنين. اوكي. جاي منه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. دي خمس سكاكين. وطبعا مستو ان هو لو انا طلعت كده سكينه اتس ماركه هتلاقي مكتوب عليها الماركه اللي هي باس بي اي اس اس ماركه معروفه. خلاص. وبعد كده الميزه بتاعتها ان هو جاي طقم متكامل. جاي عباره عن في مقاسات السكاكين كلها اللي انا ممكن استعملها في المطبخ. وكمان المقص بتاعه يعني جاي معاه المقص, وجاي معاه المسن بنفس الطريقه اللي هي بس ان فيها سكاكين. وجاي كمان معاه التولز بتاعه المطبخ اللي هي عباره عن كبشه ومغرفه والمصه اللي هي, فجاي طقم متكامل. وبرده لما تيجي تمسك السكينه هي عباره عن ماركه وون بيس, يعني تلاقيها كلها عباره عن ستانلس ستيل كلها, مش ايد خشب او ايد ممكن تلخلخ مني. يعني كلها صح يعني كلها معموله وان بيس, مش تو ديفرنت بيسز, ممكن واحده فعلا تتلخلخ وده وفي نفس الوقت ماركه. خلاص. ايوه. فانا مثلا جبت الطقم ده وانا النهارده عايز ابيعه. ايوه. النهارده انا لما باجي اخش طبعا معروف ان السوق وطبعا في الوان تانية مختلفه وحاجات زي كده, الاحمر موضه قوي دلوقتي يعني. فانا النهارده مثلا عندي ايتم معين عشان اسهلها, طب انت اوريدي عندك دي حاجتك فانت هتبيعها خلاص. لكن طب انا النهارده واحد ما عنديش الايتم ده هبيع ايه؟ ما دي برضو احنا بنعمل الحلقه دي النهارده, واحد ما عندوش اي خبره عن اي حاجه عايز يبيع اونلاين, يعني ايه ما عندوش الايتم ده عايز يبيع ايه؟ مش فاهم. يعني انت النهارده احنا بنتكلم على حد عايز يبيع اونلاين. هو مش عارف هيبيع ايه. البضاعه اللي عايز يبيعها يبيع ايه يعني. فطب لازم نبقى فيه ستارت. أيوة. فانا اول حاجه هبتدي اخش انا على اونلاين. يعني ايه اونلاين؟ خش على الاي باي, خش على امازون. في ويب سايت ثاني حاجه زي وش. ده انا اسمع ان وش ده كل حاجه عليه, انت ممكن تخشي في ناس في ستات بتجيب فساتين سواريه. وعلى فكره ممكن تجيبي حاجه منه ب 1 دولار وممكن تشتري حاجه منه بربع مليون. واو. في كل حاجه يعني. يعني ايه ايه استنى ايه الكلام اللي انت بتقوله ده doesn't make sense. هقول لك ازاي make sense. انا واحد من الناس عندي عربيه معينه, عربيه مرسيدس,
وبعد كده التايرز عندي فيري اكسبنسيف. طب اعمل ايه؟ اروح للستور ده يقول لي مش عارف الاثنين اللي ورا تمنهم الواحده $700. لا طب انا هجيب حوالي هدفع لي مثلا $2,500 في طقم كاوتش فيري اكسبنسيف. رحت دخلت بالتليفون بتاعي قربت من العربيه كده ورحت واخد صوره من التاير شفت السايز بتاعها ايه وايه المواصفات اللي عليها. يعني انا حتى يمكن دي عاملها اول امبارح واستلمتهم النهارده والموضوع ده عملته كذا مره. انا بس بوري لك فيري سيمبل انا بعمل ايه لما بحب اشتري حاجه. دخلت مثلا على جوجل وكتبت مثلا ebay.com ورحت حاطط مثلا ميشلان او بريدجستون ده ماركه معروفه وكتبت السايز بتاعها اللي هو عباره عن 255 باي 35 19 اللي هو عباره عن مقاس العجله والسايز بتاعها والعرض بتاعها ورحت عامل كليك راح جاب لي كل التايرز اللي موجوده وده مش كده ده لو انا حطيتش الماركه جاب لي بقى مليون نوع. طب لا انا عارف ان البريدجستون ده ماركه كويسه فرحت كاتب او فالكون مثلا او وات ايفر النوع او ميشلان فراح جايب لي كل الناس اللي بتبيع فرحت جايب اللي هم الاثنين اللي قدام الاثنين ب $240 براند نيو. واو. هتقولي طب انت عادي كده حطيت الكريدت كارد بتاعك وخدتهم وانت مش عارف. قلت لهم لا ليه؟ لان انا لما باجي اشتري اونلاين الناس اللي هي بتعرض على الاي باي وهو ده اللي هيفيدك بعد كده لما تيجي يبقى عندك خبره ويبقى عندك هيستوري بتشوف انا بعت قد ايه والريفيوز اللي عليا شكلها ايه. وبعد كده في حاجه اسمها بيل باي هو ده اللي بيعمل لك سيفتي انك انت لو في اي وقت الايتم ده طلع غير المواصفات اللي هو حاططها من حقك انك انت ترجعها له فور فري. ده للكاستمر ده للكاستمر ما هو سيفتي للكاستمر وفي نفس الوقت انت برضو لما بتيجي بتبيع لازم تبقى حاطط كل الخطوات دي في ذهنك قبل ما تعرض الحاجه كل حاجه صح عشان ما يبقاش في مشاكل. طيب قول لي طقم السكاكين ده مثلا ده بكام وممكن احطه بكام يتباع بكام؟ انا مش هقول انا داخل هنا على طول اونلاين واخده بالك ما انا عايز ادور عليه. احنا الايتم ده اوريدي بعناه لناس وناس بدات تحطه فانا ما اعرفش الكمبيوتر هيطلع هنا ولا هو طالع لا شايف يعني مثلا ده دي الطرد اللي انا اشتريتها اتنين طيب دي اتنين اشتريتهم وفي اتنين جايين بكره طيب مبروك الله يبارك فيك. فانا هاجي اكتب ايه؟ هاجي هنا اول حاجه انا دخلت على جوجل وكتبت ebay.com ده لو انا عايز اعمل اكونت مع ebay او انا هشتري فانا عايز اشتري النهارده. طيب خلينا اقول ان احنا دخلنا ودورنا وقلت مثلا الطقم ده مثلا بشتريه منك ب I don't know 50 مثلا ما انا 50. انا مش عايز احطه باي ثمن ودورت ولقيت الكومبرابل حاجات اللي هي الموجوده وقلت حددت الثمن خلاص تمام. قول لنا بس عشان الوقت اخش ازاي اعمل اكونت واكتب ايه والصوره احطها ازاي يعني الحاجات تبقى الواحد انا بخش هنا على بكتب ebay.com دخلت هنا على الايباي خلاص انا دلوقتي راجل جديد ما عنديش اي حاجه مفيش فكره عن اي حاجه ما طيب انا عايز اشتغل هقوم قافل دي هفتح وهكتب هنا انت دلوقتي في ايباي مثلا انا لسه هخش لسه هتخش انا في جوجل هكتب ebay.com وانتر. على فكره الثانيه واحده هبقى اقول بس لمشاهدينا اللي يحب يسجل الفقره دي بتليفونه ممكن تسجلوها عشان تتفرجوا عليها بعد كده او اللي يحب طبعا يكلمنا في بقناه لوجوس ياخد كوبي من الحلقه النهارده طبعا يور مور ذان ويلكم تو بس يعني دي حاجه سهله عشان تبقى في ايدك على طول ممكن تسجلها تعملها على الكاميرا على الفيديو على التليفون وتسجل الفقره دي. اتفضلي ايهاب سوري معلش خلاص فانا دخلت هنا كتبت ebay.com دي الصفحه الرئيسيه بتاعت ebay ايوه خلاص لو انا بصيت هنا من فوق هنا في كلمه ايه سيل بيع انا عايز ابيع هقوم داس عليها اوكي اول ما على طول ما هنا كتبت كلمه سيل
where we are. ايه اللي انت بتحاول تعمله دلوقتي؟ انا بحاول اعمل ريجستر. انا دلوقتي انا النهارده عشان ابيع على الاي باي لازم يكون عندي اكونت. فدلوقتي انت بتعمل you have to register عشان تعمل اكونت. بالظبط زي ما بخش زي لو انا عندي كاسكو. انا هشتري حاجه من كاسكو من على كاسكو اونلاين بعمل ايه؟ بخش على كاسكو اشتري على طول؟ لازم تعمل ريجستريشن. لازم اعمل ريجستريشن. بخش بعمل ريجستريشن. طيب. وببتدي احط اول حاجه بيطلبها مني احط الايميل. فبحط الايميل بتاعي. طب نبتدي دلوقتي الانتر ال بس مش شايف فين ال دي احنا رجعنا تاني للسا. انا بحاول بس اجيب اللي هي اوكي سيلير ارتم اوكي وبعد كده هنا اوكي تخش هتخش على ماي اكاونت هتخش وير از ات انت مش موجود مش شايف مش شايفين ال ماي اكاونت لا مش شايف حاجه هنا ممكن نقول هنا مثلا ايه ساين ان ساين اب هو المفروض كان يطلع يعني هو المفروض ان انا بيبقى بيقول لي ساين ان ده المفروض يعني هو انا عشان داخل على الصفحه بتاعتي على طول فهو مش جايب لي الستبس بتاعتها فهو المفروض هنا في طب لو عملنا ساين اب لو كتبت ساين اب على طول هتودي اي ثينك هتوديك الستبس ساين طب لو عملت لو ابتدينا من الاول اعمل الجوجل هنا اهو بصي واي باي ساين اب انا كتبت بص انا دخلت فانا مش شايف مش عارف اخش منين فعلى طول رحت كاتب في جوجل كتبت ساين اب ان اي باي على طول راح جاب لي الشاشه طيب ودلوقتي ابتدي بقى ابتدي احط هنا الفيرست نيم بس مش عايز اكريت اكونت ببتدي احط الفيرست نيم احط اللاست نيم ابتدي احدد هل انا ببيع كشخص عندي شويه حاجات ببيعها ولا انا كبزنس بزنس يعني ليا اسم شركه معينه عندي عامل كوربوريشن او عامل اسم شركه فانا هعمل الاكونت تحت اسم الشركه مش تحت اسم الشخصي وببتدي احط الفيرست نيم واللاست نيم ولازم احط الايميل ادرس وبعد كده ببتدي اعمل كرييت للباسورد فانا حطيت مثلا الايميل ادرس كذا 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 والباسورد بتاعي كذا ريجستر اول ما عملت ريجستر خلاص بقى في اكونت محطوط تحت الايميل وتحت الباسورد اتس فري من الريجستريشن فري في الاول فري اوكي بعد كده ببتدي اخش انا هنا خلاص انا عايز ابتدي ابيع اول ايتم طيب قول لنا بقى نخش بقى على حكايه السيل او نخش على الاكونت بتاعك ايهاب وقول لي ازاي احط الصوره مثلا بتاعه السكاكين دي على الاي باي مثلا عشان ابيعها فيري سمبل اول حاجه انا عندي مثلا طقم السكاكين ده انا طب انا هصوره ازاي او هحطه ازاي او اجيبه ازاي على الكمبيوتر فبقوم على طول عندي التليفون بتاعي هقوم واخد منه صوره طب ماشي الصوره عندي على التليفون على فكره انا ممكن اشتغل على الاي بي من على التليفون بس طبعا الكمبيوتر بيبقى احسن لي اخدت الصوره طب هحطها ازاي على الكمبيوتر اقوم بعتها لنفسي بالايميل انا عندي الايميل بتاعي هنا فتحته لقيت جاي من عندي للكمبيوتر على الايميل بتاعي صوره طقم السكاكين اقوم واخده وحاطه على الديسكتوب او طبعا الكلام ده كله عشان اعمله تكنيكلي از جونا تيك تايم اخدت الصوره على الديسكتوب خلاص انا دخلت لازم اعمل كاتيجوري يعني ايه يعني حاجه اشوف تحت كلمه السكاكين هختار اسم معين نايف سيت مثلا باس بي اس اس بحيث ان انا اي حد هيخش عشان يدور على طقم السكاكين يبقى يلاقيني على طول مع الليسته بتاعت مش يجي يخش على الهدوم يلاقي طقم سكاكين فانا حددت الكاتيجوري
كيتشن وبعد كده كيتشن تولز نايف سيت. خلاص انا عرفت الايتم اللي انا هبيعه او اللي انا هحطه نايف سيت، هاخد الصوره بتاعته اقوم حاططها على الايتم اللي انا هبيعه. خلاص حطيت الايتم ده، طب انا النهارده طقم السكاكين ده طب انا هكتب فيه ايه؟ كل حاجه هناك. خلاص انا ما احنا اتفقنا قبل ما هحطه هلاقي فيه زيه بالظبط معروض او شبيه منه. هبتدي اقرا اشوف الناس كاتبه ايه، وفي نفس الوقت انا عندي العلبه الكرتون بتاعته محطوطه المواصفات بتاعتها، يقول لك اه ده الطقم ده، طب انا الطقم ده هحدده اه ده 11 قطعه، طب انا جبت 11 قطعه منين؟ اه خمس سكاكين 1 2 3 4 5 والمقص 6 مثلا 7 والثلاثه دول كده 10 والحامل اللي بيتحط عليه ده رقم 11. فاقوم على طول داخل على اونلاين على الـ على الـ على الايتم ده واكتب نايف سيت 11 بيسز وابتدي اشرح اقول لو عندي كمان ديتيلز اكتر، اه ده انا عندي خمس سكاكين وعندي المسن وعندي التولز بتاعت الكيتشن ثلاث حتت ستانلس ستيل لا 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 لا، واقوم حاطط كل المواصفات دي كلها. بيبقى في عندي اصل طبعا انك انت تحط الايتم ده لازم طبعا يعني ايه، هل انت هتحددي سعر اه والله الايتم ده عشان تشتريه ثمنه 100 دولار ممكن تعمل كده، او ممكن ان انا اجي اقول الطعم السكاكين ده انا هبتدي عايز الناس تعمل عليه بيد. فحاجه هقول طعم السكاكين ده ب 2 دولار وانا لكن طبعا حاطط ان انا مش هبيعه اقل من 90 دولار بيد عليه، وحاطط ابتدي زي احط زي تايم واتش كده واقول انا هبيعه في خلال هحط عليه خمس ايام وتبتدي اول ما حطيت الايتم يبتدي يعد ساعة بتقل 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 اه ده واحد دخل مش عارف من الحته الفلانيه وقال انا عايز الايتم ده حامل عليه بيد مثلا انت حاطط 2 هحط 2.5 واحد تاني حط عليه 4 دولار واحد تاني حط عليه 5 دولار خلاص فاضل الوقت عشان يخلص فاضل هاف ان اور ايوه هتلاقي الناس بقى راح واحد حاطط عليه 75 دولار واحد حط عليه 80 دولار طب افرض انا حاطط ان هو مش هيتباع غير ب 85 وحط عليه 80 دولار مش هتباع غير بال 85 دي حاجه الحاجه الثانيه انا باجي اقول هل الايتم ده انا هبيعه طب ليه انا برضو البيدنج ده انا ما بفهموش قوي يعني طب ليه ما احطش سعره وخلاص ما ده انا في مخي في ثمن معين هبيع بيه ليه الويت ده كله والبيدنج ما انا ممكن هل ده ليه فايده ليه في حاجه بيفرق من طريقه العرض في واحد تاني يجي يقول لك انا مش هحط انا مش هبيعه غير بكده انا ممكن اقول ان انا عايز ابيعه ب 60 هحط عليه 60 دولار واعمل عليه واحط الناس تحط عليه بيد ممكن يتباع اكتر من 60 يعني التشانسز ان هو يتباع اكتر من البرايس اللي هو عايزه بالظبط بيبقى فيه اكتر بالظبط يعني. او واحد تاني يجي يقول لك طب انا عايز اسخن الماركت شويه بحيث الناس تخش وتعمل بيه هحط سعره قليل قوي بحيث ان هو يجيب لي ترافيك واخده بالك ما هو ما هي دي كلها سكيلز طب انا النهارده حطيت طقم السكاكين ده طب ده انا عشان النهارده اوصله لك هيكلف قد ايه؟ شيبنج يعني شيبنج فابتدي اشوف طب الكرتونه النهارده عشان اعرف سعر الشيبنج قد ايه؟ ببقى مثلا عامل اكونت مع يو بي اس ويو بي اس ليهم كذا طريقه يقول لك جراوند مش عارف ايه هبعته ستاندرد هبعته وات ايفر ابقى عندي مواصفات العلبه حجمها قد ايه؟ ووزنها والدايمنشن قد ايه؟ بحيث ان انا اقدر لما اجي اقول افرض انا ببيع الايتم ده قلت هبيعه ب 100 دولار طب ما ممكن الشيبنج بتاعه يكلف قد ايه هيسالني دي نو هاو ماتش كوست فانا ممكن اقول والله ال 100 دولار ده انكلود الشيبنج عشان اسهلها على الشخص اقول مثلا ان كاليفورنيا او ان يونايتد ستيت فببقى انا عارف دخلت على اليو بي اس على يو بي اس وحطيت الايتم ده حطيت المقاسات دي وحطيت الوزن بتاعه
وعرفت ان هو هيتباع في حدود يكلف مثلا $11 يبقى انا لو عايز ابيعه ب $85 اسهلها على الشخص اللي هيشتريه واقول هو هيكلف مثلا $11 اقول $90 $92 انكلود شيبنج. وده اللي حصل لما انا اشتريت التايرز. خلاص هو الراجل قال شيبنج فري. طيب افرض انا مثلا انت دلوقتي طقم سكاكين ده مثلا، لكن افرض انا عايز ابيع حاجه ثانيه، اجيب الحاجات دي منين؟ ما هو النهارده انت احنا اتفقنا من 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 10 سنت لملايين لثاوزندز. انا عايز ابيع ايه؟ انا هبيع ايه؟ انا النهارده انا النهارده ده انا عرفت مثلا بيبتدوا في الحاجات اللي هي بتاعه الستات اللي هو الميك اب مثلا، او الحاجات اللي هي مثلا كريمات او حاجات معينه بتاعه بشره، فانا عايز اشتغل في الحاجات دي. شايفه عليها الماركت حلو، ما انا لازم اعمل سيرش. الاي باي ده مش معنى تخش طبعا لازم اعمل سيرش. طب هل احسن الواحد يشتغل مثلا سواب ميت؟ قلنا احسن الواحد يبقى في كذا حاجه، لكن ده برضو الواحد يتخصص في حاجه معينه مثلا سكاكين، اجيب مثلا جميع الالوان بقى والحاجات دي وحاجات مثلا المطبخ، ولا ممكن ابيع سكاكين، ممكن ابيع بنطلونات جينز، ممكن ابيع جزم، ممكن ابيع كل حاجه. يعني افرض انت النهارده حد، يعني انا في ناس كتير جدا بينزلوا الصواب ميت، بس طبعا بيبقى لازم يكون عنده درايه بالكمبيوتر. ايوه فيبقى اوريدي خد مثلا حاجات بيبي ستاف، لعبه كار سيت وسترولر، وخد حاجات اطقم لحافات وكلام زي كده وبتاع. هي البضاعه موجوده عنده. طب انا البضاعه عندي موجوده ببيعها في الصواب ميت، انا هخسر ايه؟ هاخد صوره من طقم اللحافات، طقم اللحاف ده اللي هو الكوين عباره عن 4 قطع، واقوم حاطه على الانترنت، على الاي باي، على امازون. طب يعني احنا يعني بيسكلي او ريلاتيفلي سهله، يعني الواحد يخش ويعمل، ما فيش مجهود جامد فيزيكلي زي طبعا السواب ميت والحاجات زي كده. يمكن طبعا ال 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 قولي البيع ممكن مثلا اقل شويه في اتليست في الاول، يعني طبعا اقل شويه من السواب ميت، لكن بعد كده لما الواحد بيتعرف وبقى في بوينتس كتيره او فيور شيب كتيره طبعا بيبقى البيع احسن. لكن قول لي ايه الصعوبات اللي الواحد بيقابلها في الاونلاين؟ بصي على حسب. يعني ما هو الصعوبات انا ابتديت ايه عشان الاقي صعوبات؟ يعني ايه يعني انا ابتديت ايه ببضاعه هبيعها عشان الاقي صعوبات؟ انا لازم انا دي حاجه بالنسبه لي مجهوله. طب انا خلاص انا اقتنعت النهارده مثلا هشتغل في اطقم مثلا سكاكين، او مثلا هشتغل في حاجات مثلا انا عرفت ايهاب مثلا مثلا عرفت ايهاب ان عنده اطقم سكاكين وحاجات بتاعه التويلت مثلا اللي هي الشطافات مثلا او القعده، وانا عايز اشتغل في حاجه زي كده. طب قبل ما انا اروح عندي ايهاب واشتري، انا هعمل سيرش على طقم السكاكين ده، هعمل سيرش على قاعدة التويلت دي، هعمل سيرش على اللي هي اللي بتتحط صباع حاجة طبية كده بتبين النبض والبلاد بريشر. انت وريتني على فكرة أول حلقة، عايزة لو ممكن نشوفها بسرعة. احنا مش موجودة، مش عارفة هي موجودة جنبك على الترابيزة إيهاب مثلا. دي برضو لذيذة، يعني دي سهلة الواحد ياخد البلاد بريشر بتاعه بالظبط، يحط صباعه. فدي طبعا من برضو يعني ايه من الحاجات اللي بتبين البلاد بريشر هنا على السكرين. فدي برضو من الحاجات هي السهله اللي برضو ممكن تتباع. بالظبط كده. فانا بقوم على طول واخد، انا دلوقتي دي موجوده عندي هنا، اقوم واخد المواصفات بتاعتها واعمل عليها سيرش واشوف هم من بيبيعوها بكام، ومين اللي بيبيعها وايه النوع. فده بيحدد لي ان انا اقدر لو انا اشتريتها من عندي ايهاب بالسعر ده، انا شايف الناس بتبيعها كده، واخد مثلا 3-4 ايتمز، اخد طقم سكاكين، اخد مش عارف ايه تويز، اخد مثلا 10-12 ايتم وابتدي احطهم على السواب ميت، على الاونلاين، واشوف الترافيك ايه اخبارها. اقدر اخش برضو، طب انا واحد بيبيع طقم سكاكين كده، الراجل ده باع كام حته؟ واحد يقول لك ده اوريدي عنده مثلا 300 بيسز، هو باع اوريدي 90 بيسز. ده واحد عنده 5 بيسز.
طب بس الحاجات برضو اللي مهمة في الأونلاين يعني الواحد المفروض ياخد باله منها طبعا، انت لو حد كتب لك كومنتس ولا اي حاجة you have to follow up مع الكاستمر، لازم تشوف عامل ايه طبعاً. لازم لو مش عاجبه البرودكت لازم تاخدها يعني، فالحاجات دي كلها هي دي اللي بتبيلد البيزنس بتاعك بعد كده طبعا. ما انا بقول لك هو looks like it's easy thing to do لكن it's not لكن يعني it's doable للناس. مفيش حاجة is not doable. Everything is doable. Everything is doable. إيهاب مرسي خالص على المعلومات القيمة دي، وأنا عارفة طبعاً في ناس كتيرة الحقيقة استفادت وطبعاً هتعمل أكيد هتبتدي المشاريع دي، بس للأسف إحنا ما كانش معانا وقت نكلم سامح، بس طبعاً أنا عايز أقول إن سامح يعني قول من الأوائل المصريين اللي ابتدوا يبيعوا على الإي باي ومن سنة 2005 ودلوقتي يعني ما شاء الله يعني بقى حاجة كبيرة وعنده موظفين بيشتغلوا تحته وبيشتغل يعني شغل حلو جدا بس من بيع الاي باي، ويعني حاجة بتدي أمل يعني طبعا الناس ان هم يعملوا. معظم الناس اللي اشتغلت في الاي باي ونجحت بالطريقة دي كان عندهم الأول نزلوا مكان معين بدوا يبيعوا حاجات معينة، بقى نزلوا في الصواب 100 كان عندهم محل وبعد كده قال لك لا خلاص دلوقتي، لأن النهاردة الفيوتشر كله على الأونلاين. على الأونلاين مرسي خالص يا إيهاب، وإن شاء الله نشوفك في حلقة تانية قريب معنا بإذن ربنا. أنا بشكرك مرسي خالص. أعزائي المشاهدين جينا نهاية الحلقة، وأقول يعني النهاردة طبعا المشاريع الصغيرة كتير، ولو حتى معك 3000 4000 ممكن تبتدي بالسواب 100 الأول، وبعد كده شوية ممكن تحط الحاجات أونلاين وتبيعها وتكبر. في يعني عندنا في المصريين الحقيقة أمثلة حلوة جدا ومشرفة جدا ابتدوا في السواب 100. معلش هتكافح شويه هتتعب شويه في الاول، لكن صدقني هتوصل. انا يعني سمعت قصص ناس ابتدوا حاطين حبه جزم في السواب 100 ودلوقتي يعني نشكر ربنا عندهم وير هاوسز مش ملحقين على البيزنس بتاعهم، بيبيعوا اونلاين بس على التنس شوز والحاجات دي. فالمشاريع الصغنونة دي معاك 3000 4000 ممكن تشغلها، بس هتتعب شوية لكن هتوصل وهتبقى ده البيزنس بتاعك وانت المبسوط بيه وانت اللي متحكم في وقتك متحكم في كل حاجة انت بتعملها. اقول ربنا يوفقكم ونشوفكم يوم الخميس الجاي وحلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دائما في صلواتكم وإلى اللقاء.